بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كالعادة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، حلقة ما قبل مباراة أو ليلة مباراة السوبر الإفريقي، النادي الأهلي ونادي الرجاء إن شاء الله بكرة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. مباراة هتقام على استاد أحمد بن علي بقطر بنادي بالريان، ولقب إفريقي جديد إن شاء الله إن شاء الله، وبطولة قارية جديدة بيسعى إليها النادي الأهلي. الجهاز الفني أيضا بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بيسعى إلى هذه البطولة. الحمد لله والشكر لله، روح المعنوية زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما كنا بننقل لحضراتكم كل ما يخص كواليس رحلة النادي الأهلي منذ أن بدأ النادي الأهلي في الوصول إلى مطار الدوحة، وحتى الآن كل ما كان يحدث ابتداء من يوم الجمعة الساعة 4 منذ أن انطلقت الطائرة إلى الدوحة، وحتى الآن كل ما كان يحدث خلال هذه الأيام كان موجود على شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. فحضراتكم عارفين، حضراتكم عايشين مع البعثة، وزي ما دايما متعودين وزي ما دايما بقول لحضراتكم، اللي مسموح لينا ان احنا ننقله بننقله دايما. النهارده هتلاقوا الدنيا هاديه، الدنيا الكل مركز في المباراه. يمكن اول امبارح وقبلها بكام يوم البعثه كانت بعض اللاعبين بيهزروا، بعض اللعيبه بيطلعوا من الضغط اللي عندهم. بنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل دائما اثناء جولات اللاعبين والتحركات بتاعت اللاعبين جوه الفندق وبره الفندق في الملعب شويه، بنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل. ولكن في النهايه النهارده طول اليوم زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا هادية شوية، بنحاول نهدي الدنيا على قد ما نقدر حوالين كل اللاعبين، لأنه بكرة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم بطولة هامة جدا، الكل على قلب رجل واحد، الكل عايز حاجة واحدة فقط وهي إسعاد جمهور النادي الأهلي. أنا عندي كذا موضوع عايز أتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، طبعا مباراة السوبر وهي الأهم بالنسبة لنا، ولكن موضوع التحكيم بالنسبه لي، التحكيم في مصر الحقيقه بالنسبه لي كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن خلينا الاول نروح نطمن على بعثه فريق كره القدم للنادي الاهلي. مراسلنا كريم احمد موجود معانا على الهواء مباشره عشان يطمننا على اخر استعدادات الفريق قبل مواجهه الرجاء المغربي. كريم ازيك يا حبيبي؟ والحمد لله على السلامه. طبعا بنقترب رويدا رويدا من المباراه، وقول لنا اخر الاستعدادات للفريق، وشايف انت الاستعدادات ازاي وانت قريب من اللاعبين، شايف وجوه اللاعبين ازاي؟ دايما الحاجات دي بتفرق معايا وتفرق مع الجمهور كتير جدا، وجوه اللاعبين عامله ازاي، تركيز اللعيبه بتعمل ايه في هذه في هذه الاوقات الحرجه والصعبه. شكرا ليك طبعا في البدايه كابتن اسلام الشاطر، وتحياتي ليك وتحياتي لمشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني كابتن اسلام، خلاص احنا وصلنا بقى للمرحله الاخيره وانتهت الاستعدادات الفنيه وايضا كمان الاداريه لفريق النادي الاهلي. يتبقى بقى ان شاء الله باذن الله غدا توفيق ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي، ونقدر ان شاء الله يا كابتن اسلام بالحاله اللي احنا شايفينها الحقيقه مع فريق النادي الاهلي، وايضا كمان الوعي الكبير من كل اللاعبين. يمكن حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، بعض اللعيبه اكيد في التوقيتات بتكون بسيطه جدا، اللعيبه بتحاول تفك شويه عن نفسها، لكن في وعي كبير جدا، التوقيتات بتكون محدده، مجرد دخول الملعب دخول المحاضره كل الامور دي بيكون التركيز فقط لغير في التعليمات الخاصه الحقيقه ببيتسو موسيماني. عايز اكد لك طبعا نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، الحقيقه هو تدريب الامس، يعني النهارده انت عارف هو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان على استاد احمد بن علي، لكن تدريب الامس هو التدريب اللي كان قوي جدا الحقيقه، ومدينا مؤشرات ايجابيه جدا على الحاله المعنويه وحاله التركيز الكبيره اللي شايفينها مع فريق النادي الاهلي. جديه كانت كبيره في التقسيمه، بيتسو موسيماني الحقيقه حي كل اللعيبه على تنفيذ المهام طبعا وتنفيذ الجمل التكتيكيه. الراجل رايته مميزه جدا بكل الاطراف الحقيقه، بكل الخطوط وصل الحقيقه كل الرسائل لفريق النادي الاهلي، والتعليمات كانت مهمه في تدريب الامس اللي شهد اكثر من تالق الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي. اختتم تدريب الامس الحقيقه بركلات الترجيح وركلات ايضا كمان وضربات ثابته من خارج ال 18، كل الحقيقه مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه الصعبه والمرتقبه لفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا كابتن اسلام اليوم بادئ من بدري شويه، قبل ما تروح لليوم خلينا ناخد الاسئله واحده واحده، برضو عايز اطمن منك على حاله اللاعبين المصابين بالتحديد ايمن اشرف وموقفه النهائي من المشاركة في المباراة، وأيضا علي معلول.
ظهروا بشكل مميز جدا يا كابتن اسلام الحقيقه في تدريب الامس واليوم، يعني كنا حابين ان احنا نشوفهم على ارض الواقع في السبرنتات وفي التقسيمه تحديدا وفي الاشتراكات والالتحامات. لا يعني اقدر اقول لك جاهزين بنسبه 100% ان شاء الله للمباراه، ينقصهم التوفيق الحقيقه. يعني التضحيات مهمه جدا في هذا التوقيت للاعيبه النادي الاهلي، لكن علي معلول امبارح كان متالق الحقيقه في الكروسات وفي الشوتينج وفي التكتيك وفي التحرك الحقيقه، فمدينا يمكن الحقيقه طمانينه بشكل كبير جدا. ايضا كمان ايمن اشرف مجهوده كبير جدا وعنده يعني انكار ذات عالي جدا الحقيقه، قائد الحقيقه زي ما بنقول على قائد على الشناوي وعلى السوليه وعلى علي معلول. ايمن اشرف كمان يعني تضحياته هتكون مهمه جدا ان شاء الله في حال وجوده. طبعا الرؤيه الفنيه متروكه لبيتسو موسيماني، لكن الكل جاهز طبعا الرؤيه الفنيه متروكه لبيتسو موسيماني، ولكن أيمن أشرف هل هو جاهز ان هو يكون او متاح لبيتسو موسيماني ان هو يختاره؟ بالتاكيد يا كابتن اسلام، مشاركته النهارده في التدريب بالكامل ده كان امر مهم جدا ان احنا نشوف الجرعه التدريبيه كامله لكل اللعيبه، ده حاجه كانت مهمه جدا عشان تطمننا تحديدا على علي معلول وايمن اشرف. تمام، الاجتماع الفني النهارده، تفاصيل الاجتماع الفني يا كريم لو سمحت قول لنا ايه هي تفاصيل الاجتماع الفني؟ يعني الامور الاعتياديه يا كابتن اسلام بالنسبه طبعا للاجتماع الفني الخاص بمباراه سوبر او ايضا كمان في البطوله الافريقيه كلها امور خاصه طبعا بموعد انطلاق اللاعبين وصولهم الى الملعب، الزي طبعا اللي يرتديه للنادي الاهلي. ما كانش في طلبات معينه الحقيقه من نادي الرجاء او للنادي الاهلي، على قد ما كان النادي الاهلي يعني بيصر طبعا بالتاكيد على ان يكون في مكان مخصص، لان انت عارف يا كابتن اسلام في عدد هيكون خارج القائمه مع الجهاز الطبي طبعا وايضا كمان بعض الوفود طبعا المتواجده في بعثه النادي الاهلي، فاكدوا على هذا الامر. لكن الحقيقه التنظيم مميز جدا، واستاذ احمد بن علي حاجه رائعه ومميزه جدا، الامور طيبه بالنسبه للتنظيم الدخول والخروج. ما اقدرش اقول طبعا ان كان في طلبات خاصه للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي حضر الاجتماع مع الكابتن سمير عدلي، دكتور عمرو محب طبعا مترجم فريق النادي الاهلي، كابتن ماهر عبد العزيز، على قد ما كان طبعا كلها تاكيدات على الالتزام طبعا بالبروتوكول الخاص بمباراه كبيره زي السوبر الافريقي في ملعب الحقيقه اكثر من رائع، يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في اجواء اكثر من رائعه. تخيلنا الجمهور الحقيقه كابتن اسلام، يعني احنا شفنا النهارده الملعب فاضي، لكن تخيلنا الجمهور يعني جمهور النادي الاهلي في الثالثه شمال، خلاص التذاكر نفذت وقدروا كمان ان هم ياخدوا الربع الثاني كمان الخاص بنادي الرجاء، حاجه طبعا مش بعيده على جمهور النادي الاهلي، ولو في اكتر من كده كمان كان الاستاد يكون فول كاباسيتي زي ما احنا عارفين، لكن سرهم ان شاء الله يكون جيد جدا في المباراه وهتافهم يكون اكتر من رائع من اول دقيقه لاخر دقيقه. كل واحد عارف دوره، الجهاز الفني الحقيقه ادى دوره على اكمل وجه. طيب. مجلس الاداره الحقيقه وفر مناخ اكتر من رائع، طائره خاصه، فندق اقامه مميز جدا، ينقصنا التوفيق ان شاء الله يا كابتن اسلام. كريم، بما انك كنت بتتكلم عن الجمهور، التذاكر زي ما انت قلت يعني تذاكر الان لعدد لاعيبه النادي الاهلي او عدد جمهور النادي الاهلي خد تذاكر كثيره جدا جدا، ممكن تقول لنا ده حصل ازاي او تفاصيل اكتر لهذا الموضوع؟ يعني طبعا الاستاد مخصص ب 75% من سعه الاستاد، الاستاد بيتسع ل 40,000، الاقبال كان كبير جدا الحقيقه على السايت الخاص طبعا بالتذاكر للنادي الاهلي، في اول ساعه كابتن اسلام الثالثه شمال كلها اتحجزت لجمهور النادي الاهلي، فالحقيقه التنسيق كان بين الرابطه وبين الجاليه وبين السفاره. أيوة. طبعا يكون في مساحه شويه لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني زي ما بقول لك كابتن اسلام لو الاستاد يمتلئ على اخره هيمتلئ على اخره الحقيقه لجمهور النادي الاهلي، فالتعاون كان كبير جدا الحقيقه من الكافه والاداره طبعا التنظيميه الخاصه بالتذاكر، فقدروا ان ما يوصلوا لعدد ربع كمان المدرج الخاص بنادي الرجاء، لان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي قيمته كبيره جدا الحقيقه هنا كابتن اسلام، الكل حب كبير. بنشوف الكابتن محمود الخطيب في نزوله وبيركب الباص الكل بيهتف، لعيبه النادي الاهلي بتركب الباص الكل بيهتف بيطالبوا بالسوبر، فيمكن متوقعين كمان دخلات كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، كان ليه احاديث طبعا مع الجمهور اللي متواجد وبيحاول يأزر، محضرين مفاجات كبيره جدا الحقيقه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يستاهل ولعيبه النادي الاهلي تستاهل، لكن هو التوفيق بس يا كابتن اسلام، انت عارف التوفيق لو معانا مع التحضيرات الكثيره جدا مميزه جدا اللي احنا عايشين فيها من اول يوم حتى هذه اللحظه ان شاء الله، المجهود الكبير ده توفيق لو معانا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرفع كاس السوبر في وجود جمهور النادي الاهلي، اللي انا متاكد بشكل كبير جدا ان هو يكون سر الفوز بهتافه الكبير ومؤازرته المستمره كما عودنا جمهور النادي الاهلي. كريم، برضو عايز اسالك لان انت قريب جدا من كل اللاعبين وعارف ما يدور، هل هناك كلام عن ما يحدث بخصوص موضوع كاس الامم الافريقيه؟ لانه ده طبعا هيتعارض مع النادي الاهلي ومع استعدادات النادي الاهلي بعد كده، هل ولا ناس مركزه فقط ان ناس كثيره جدا من جمهور النادي الاهلي هنا في القاهره بيسالوني، كل ما حد يشوفني يقول لي طب يا كابتن اللعيبه هناك عامله ايه؟ هل بتتكلم في هذا الامر؟ هل بيسالوا في هذا الامر؟ المسؤولين اوكي، احنا عارفين ان هم بيبقى كل واحد وله اتصالاته والكابتن خطيب بيعمل اتصالاته عشان يصل لافضل طريق، ولكن اللاعبين نفسهم الجهاز الفني هل في اي كلام يخص هذا الامر ولا تركيز فقط في مباراه بكره؟
يعني باكد على هذا الامر يا كابتن اسلام، التركيز بنسبه 100% في مباراه الغد، لكن اكيد على الهامش طبعا بالنسبه لكابتن محمود الخطيب طبعًا. الخطيب وتواجد ايضا المهندس هاني ابو ريدة امس في التدريب كان في احاديث ثنائيه طبعا بالنسبه لهذا الامر، لكن كلها احاديث سريعه. لكن الحقيقه الجهاز الفني واللاعبين في وعي كبير جدا، عارفين اهميه المباراه، وانت عارف يا كابتن اسلام خطوه بتنتهي بنبدا نفكر في القادم. المباراه دي محتاجه تركيز كبير جدا ومحتاجه اللعيبه كلها تقفل على نفسها الحقيقه، لكن ما يمنعش طبعا بيكون في احاديث بسيطه جدا على هذا الامر. كاس الامم هيؤجل، هيتلعب، كل الامور طبعا احنا عايشينها، لكن في فصل تام الحقيقه لعيبه النادي الاهلي عن هذا الامر. الاحاديث كلها طبعا بتخص كابتن سيد عبد الحفيظ، الجهاز الفني بشكل بسيط جدا وليس بشكل مكثف، وهو ده الحقيقه الجهد الكبير اللي بيبذل ايضا كمان، والقيمه والوعي الكبير جدا للعيبه النادي الاهلي. الاهميه موجوده جدا في هذه المرحله ان شاء الله باذن الله. الظروف كلها تكون معانا ان شاء الله يا كابتن. طيب انا عايز انقل لك برده كل اسئله جمهور النادي الاهلي لكريم، لان هم عارفين ان انت دايما بتبقى في وسط اللعيبه وفي وسط البعثه، فبتسمع كل الكلام. كلام بيتردد عن ان الاهلي افضل كتير من الرجاء والكلام ده كله، هل الكلام ده برضه بيكون له تاثير سواء سلبي او ايجابي على اللاعبين؟ بمعنى ان كل الناس، كل ما حد يسالني يقول لي يا كابتن هي اللعيبه بيوصل لها الكلام اللي بيكتبه بعض من لا يشجع النادي الاهلي على السوشيال ميديا، بمعنى ان الرجاء اقل بكتير من النادي الاهلي والرجاء عنده مشاكل كذا والرجاء عنده مشاكل كذا، محاوله التنويم التي تحدث خلال هذه الفترة لإفقاد النادي الأهلي بطولة إن شاء الله تكون من نصيبه. يعني المحاولات دي يا كابتن اسلام ممكن تكون لينا للسوشيال ميديا طبعا، نتكلم عن ان لسه المدير الفني ماسك الفريق بقاله فتره بسيطه، لاعب 3 مباريات في بطوله الدوري العام، هل ده ممكن يكون ليه تاثير على الرجاء؟ ممكن يكون في عدد من اللعيبه مش متواجد، لكن انا باكد لك على الوعي الكبير الحقيقه لعيبه النادي الاهلي. بيتسو موسيماني على طول في المباريات الكبيره يا كابتن اسلام بيقول احنا داخلين المباراه متاخرين بهدفين وليس المباراه 0-0، يعني ده دي نقطه مهمه جدا الحقيقه لبيتسو موسيماني، الجانب الامر ده مهم جدا، بيحاول ياكد ان احنا نازلين المباراه احنا لسه احنا متراجعين بهدفين عشان يكون دافع اكبر والحوافز اكبر الحقيقه لفريق النادي الاهلي. التركيز بالاخبار بالنسبه لنادي الرجاء ممنوعه خالص على لعيبه النادي الاهلي، الكل مركز فقط لغير في التدريبات، في المحاضرات، في الهايلايتس اللي على طول بيتابعوا النادي الاهلي وبيتابعوا لعيبه النادي الاهلي. الامور دي ممكن تكون هنا بالنسبه للاعلام بشكل كبير مستمره، لكن بعيدا عن لعيبه النادي الاهلي وبعيدا عن الجهاز الفني، لان الجهاز الفني الحقيقه حاطط لعيبه النادي الاهلي في ضغط مقبول، في ضغط بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بيحمل مسؤوليه لعيبه النادي الاهلي علشان الجمهور. الجمهور اللي متواجد ده يعني عايز يفرح، لان انت عارف طبعا منتخب مصر كان متواجد، كان في حزن الحقيقه طبعا لكل منتخبنا الوطني وايضا كمان جمهورنا، لكن اللي هيلعب تيشيرت منتخب مصر هيلبس تيشيرت النادي الاهلي، وعندهم امل كبير جدا الحقيقه. طيب. في لعيبتنا ان احنا نقدر نفرح مصر كلها وليس جمهور النادي الاهلي فقط لا غير. كريم قول لي برضو بكره ان شاء الله، بكره هل من المتوقع ان يكون هناك مفاجآت في التشكيل؟ يعني هل هيكون اسماء بعينها موجوده ولا لسه ده كله بيبان بكره؟ يعني طبعا اكيد يا كابتن اسلام احنا رؤيتنا طبعا مستمره، لكن في متغيرات كثيره جدا، انت عارف طبعا انت كنت احد نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسلام منتخبنا الوطني، متغيرات ممكن تجد طبعا، لكن في عناصر اساسيه طبعا متواجده في التشكيل، لكن الرؤيه طبعا لبيتسو موسيماني الراجل محضر كل اللعيبه الحقيقه، لكن الجاهزيه موجوده لكل اللعيبه، الرؤيه طبعا بتترك لان ممكن غدا يكون في اي امر يعوق اي لاعب، اي لعيب يشعر باي شيء، لكن انا باكد لك على جاهزيه كل اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار كبير، كل جاهز ان شاء الله بدني وفني وطبي لهذه المباراه اللي ان شاء الله باذن الله املنا كبير وثقتنا كبيره كده في الجميع ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه بناكد على هذا الامر، ان شاء الله تعدي في 90 دقيقه ما نوصلش لاي مراحل ثانيه، وان شاء الله نفرح معاك يا كابتن اسلام بكره ومع كل جمهورنا، شوارع مصر كلها بقى تتملي ان شاء الله بكل جمهور النادي الاهلي، ونقدر نرفع الكاس بمشيئه الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اذا باستثناء محمود متولي كل اللاعبين متاحين لبيتسو موسيماني ان شاء الله ان هم يختار ال11 اللي هيلعبوا من وجهه نظره بكره الاصلح، مظبوط كده؟ بالظبط يا كابتن اسلام بالظبط، يعني نقدر نقول متولي بس هو اللي بره طبعا القصه خالص بالنسبه له، لكن كل اللعيبه جاهزه لهذه المباراه، وبنامل ان شاء الله باذن الله مع بيتسو موسيماني اختياره يكون مميز جدا بالنسبه للتشكيل، قراءته الفنيه تكون اكثر من رائعه، ادارته كمان من خارج الخطوط المعروف عليه باذن الله تكون مؤثره وتؤدي باثمارها ان شاء الله في مباراه الغد. بكره بقى احكي لنا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي من ساعه الفطار او النهارده اخر حاجه اللعيبه هتطلع تنام ولا لسه، وبكره الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بدايه اليوم حتى بدايه المباراه.
يعني طبعا عقب العوده مباشره من التدريب توجه اللاعبين طبعا الى وجبه العشاء ومنها مباشره الى الغرف استعدادا طبعا لبدء اليوم بقى ان شاء الله غدا اللي هيبدا بفطار صباحي 10:30، غداء 2:30، محاضره فنيه اخيره طبعا هنا في فندق الاقامه في الساعه 5:00، ومباشره طبعا يمكن بيتسو موسيماني ما بيحددش وقت المغادره على قد ما بيحدد وقت المحاضره، لان الراجل بيستفيد بشكل كبير جدا في المحاضرات اللي قبل المباراه. هنتوجه طبعا الى الاستاد قبل المباراه بـ1:30 في ان شاء الله باذن الله في موكب رائع ومميز جدا بنشوفه كل يوم طبعا من خلال تواجدنا الى الملعب. التنظيم اكثر من رائع، التامين مميز جدا الحقيقه، توفيق ربنا ان شاء الله يكون مع الجميع باذن الله، ونقدر ان شاء الله ولاعبتنا تقدر تفرح كل جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كريم، وكالعاده يعني تغطيه متميزه الحقيقه من كريم ومن بقيه المجموعه الموجوده في قطر الحقيقه لتغطيه مباراه السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي. الحقيقه كل الكلام اللي انا كنت بساله الكريم ده، انا قاصد ان انا اسال هذه الاسئله لانه انا برى او بشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض المحاولات للتنويم المغناطيسي، ودي دايما بتحصل دائما ما قبل المباريات المهمه والمباريات الصعبه، خصوصا مثل هذه المباريات اللي هي مباراه واحده ببطوله هتضاف الى رصيد النادي الاهلي ان شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب. فدايما بشوف ان الاتجاهات كلها بتبقى رايحه في اتجاه اللي انا انيم لعيبه النادي الاهلي، يا جماعه ما تقلقوش ده نادي الرجاء نادي ضعيف، نادي الرجاء واحد من اقوى واهم وافضل الانديه الافريقيه على مدار سنوات طويله جدا جدا، نادي الرجاء المغربي واحد من اهم وافضل الانديه في المغرب وفي افريقيا، واحد من اكثر الانديه حصولا على البطولات في المغرب وفي افريقيا، وبالتالي مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور لا تامن النادي الرجاء المغربي. نادي الرجاء المغربي نادي كبير جدا جدا، ولاعبته بيبقى ليهم وضع مختلف وشكل مختلف في الملعب، زي ما بنقول كده احنا ساعات بتبقى عندنا اللعيبه داون شويه او قلين شويه بنقول لا، لكن روح الفانيلا الحمراء عندهم برضو في المغرب. الرجاء المغربي نادي كبير، نادي له اسم كبير جدا في المغرب، وبالتالي محدش يسمع هذا الكلام. كلمنا مع كثير من اللاعبين خلال الفترة السابقة وحذرناهم من هذا الكلام، كابتن سيد عبد الحفيظ كل يوم تقريبا بيحذر من هذا الكلام، كل المسؤولين بيحذروا من هذا الكلام لأنه كلام غير منطقي. الرجاء المغربي واحد من أهم وأكبر وأفضل الأندية في المغرب وفي أفريقيا، وبالتالي مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة ببطولة 90 دقيقة إن شاء الله بعيدا عن ركلات الجزاء، 90 دقيقة ربنا يكرمنا فيهم ونقدر نكسب، لأن زي ما قلت لحضراتكم دائما لغة كرة القدم أو هي لغة كرة القدم هي الأهداف، ولكن دائما كرة القدم فيها ثلاث نتائج مش نتيجة واحدة. احنا دايما كأهلوية بنبص إن شاء الله إن احنا ربنا يكرمنا ونكسب، ولكن دائما كرة القدم ليها ثلاث نتائج، تكسب تتغلب تتعادل، تعادلت يبقى هتروح لركلات الجزاء، وبالتالي كل الأمنيات الطيبة لكل اللاعبين بكرة إن شاء الله. عشان كده النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا كريم سعيد وأحمد ثابت. ليه كريم سعيد وأحمد ثابت؟ علشان أوري حضراتكم أن الرجاء فريق قوي، وأن كل ما يكتب على السوشيال ميديا فهو ما هو إلا حاجات من التنويم المغناطيسي للاعيبة النادي الأهلي. ما تشغلوش بالكم، تقلقوش، ده ماتش سهل، أنتوا رايحين نزهة وراجعين. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وده أمام حضراتكم التشكيل الأمثل من وجهة نظركم للأهلي في مواجهة الرجاء غدا إن شاء الله بالسوبر الإفريقي. كريم وثابت مع الشاطر، ده الهاشتاج اللي هنستنى رأي حضراتكم عليه بالنسبة للتشكيل الأمثل للأهلي في مواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي في مباراة غدا. وبالتالي محدش يقولك، محدش كجمهور، أنا عارف جمهور الأهلي واعي ويعي تماما مثل هذه المحاولات، فإن شاء الله ربنا يكرمنا، إن شاء الله الأمور تبقى على أكمل وجه بكرة إن شاء الله. 90 دقيقة من القتال الكروي، القتال الرياضي، بيتسو موسيماني من حقه كمدير فني أن يضع 11 يبدأ بهم المباراة وسبعة احتياطي، مش هنقدر نتكلم غير ما بعد المباراة، ولكن هنفضل واقفين في ظهر فريقنا، وكالعادة
زي ما حضراتكم عارفين وكعادة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي بنبقى موجودين مع حضراتكم قبل المباراة بساعتين، استوديو تحليلي لكواليس كل ما يحدث قبل مباراة النادي الأهلي مع الرجاء المغربي بساعتين. هنكون مع حضراتكم النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي هيكون معاكم مع مجموعة من المحللين الكبار اللي هيحللوا هذه المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله بعد المباراة يبقى في فوز ونحتفل يا رب إن شاء الله لو لينا نصيب نحتفل مع حضراتكم على الهواء مباشرة. إن شاء الله ربنا هيكرمنا في هذه المباراة، وزي ما قلت لكم الجزء الثاني في هذه الحلقة كريم سعيد وأحمد ثابت هيكونوا معايا على الهواء مباشرة. قبل ما استقبل ضيوفنا موضوع آخر أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيه، وأنا اتكلمت معاكم فيه باستفاضة خلال الفترة السابقة، موضوع كأس الأمم الإفريقية. هل ستقام كأس الأمم الإفريقية؟ هل سيتم تأجيلها؟ هل الكلام اللي طلع يقوله سامويل إيت وموتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عن أنه سوف يكون متواجداً في البطولة أو في الكاميرون يوم 7 يناير أي ما قبل بداية المباراة، كلام كتير جدا بيختص به أو بيقوله موتسيبي ده في اجتماع موتسيبي، طبعا دي صور من اجتماع موتسيبي مع رئيس دولة الكاميرون وتأكيده، طبعا ده كان قبلها بيوم كان بيقابل سامويل إيتو الرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وزي ما حضراتكم شايفين حاجة مهمة جدا وشيء رائع جدا، وكله بيؤكد أن البطولة في ميعادها فعلا من 9 يناير وحتى 6 فبراير بدون أي تأجيلات بدون أي تقديمات بدون أي شيء، ولكن كل ما يقال أو كل اللي خارج من موتسيبي أن البطولة ستقام في ميعادها على الرغم من المعارضة الأوروبية الكبيرة لميعاد هذه البطولة. وقال أيضا موتسيبي أنه هيكون موجود في مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا بالرغم من الاعتراضات زي ما قلت لحضراتكم الواسعة من الأندية الأوروبية، طبعا خايفين على لعبتهم بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن صامويل إيتو رد على هذا الموضوع وقال لك لما أقيمت كأس الأمم الأوروبية من 2020 أقيمت في وسط وجود الجائحة وكان كمان بجمهور كبير جدا وكثير جدا، وبالتالي أفريقيا ليست الحقيقة. أنا سعيد جدا بشكل اللي بيعمله سامويل إيتو، قد تكون هناك بعض التجهيزات التي لم تنتهي منها الكاميرون حتى الآن، وأن الفيفا بيتكلم أو لجان الكاف بتتكلم في هذا الأمر، ولكن في النهاية أنا سعيد جدا. هو ده رئيس اتحاد كرة الكاميرون أو الاتحاد المحلي. بص سامويل إيتو باسمه بتاريخه بكل شيء طالع يتكلم بمنتهى القوة وبيدافع عن أحقية بلاده في تنظيم كأس الأمم الأفريقية لأنها حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم، ومليارات الدولارات تم صرفها خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا علشان يصل الكاميرون بالتنظيم أو بالملاعب اللي موجودة بهذا الشكل. إيه اللي هيحصل؟ هل من الممكن أن تكون هذه البطولة بالمحليين فقط بالمحترفين كمان ولا ايه اللي هيحصل؟ هل الموضوع انتهى؟ هل بطولة كأس الأمم الأفريقية في ميعادها؟ خلينا نروح للناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عويس من قطر يحكي لنا عن الموضوع في ايه اللي بيحصل في موضوع كأس الأمم الأفريقية. أبو حميد ازيك يا حبيبي ويعني إن شاء الله ترجع بالسلامة، قول لنا بقى آخر المستجدات بالنسبة لموضوع كأس الأمم الأفريقية. حتى الآن كابتن إسلام لم تنتهي المعركة، المعركة لسه قائمة، شد وجذب بين الأوروبيين رابطة الأندية المحترفة بقيادة ناصر الخليفي ومعاه جاني إنفنتيرو اتحاد دولي وبين الاتحادات الأفريقية اللي بيتزعمها دلوقتي سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني. والحقيقة الموضوع حتى الآن لم ينتهي، يعني حتى الآن لم يحسم، ولكن الكل خد التصريحات اللي خدها موتسيبي أو اللي قالها موتسيبي إن خلاص الموضوع انتهى وإن هو موجود هو اتفضل يوم سبعة هروح أنا وولادي واتفرج على الافتتاح يوم 9. الحقيقة هيروح يوم 7 واتفرج يوم 9، هل هيبقى بطولة كأس الأمم بالمحليين؟ طبعا كلام كتير قوي دلوقتي بين الأندية الأوروبية إنه هم مش ضامنين الوضع الصحي في الكاميرون ومش ضامنين البطولة هتتلعب ازاي ومش ضامنين ايه اللي هيحصل. فالحقيقة صعب جدا 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 حد يحسب رغم ان البطولة فاضل عليها اسبوعين، يعني المفروض المنتخب المصري
يا كابتن اسلام هيدخل معسكر يوم 26، يعني هيدخل معسكر يوم الحد اللي جاي. الحقيقه حاجه صعبه جدا 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 على الناس في العالم كله، ان كاس الامم محدش عارف معاده لحد دلوقتي. النهارده كان في لقاء بين رئيس الجمهوريه الكاميروني وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، واتقال نفس الكلام انه البطوله تلعب في ميعادها. طيب هل الانديه الاوروبيه هتسمح في ظل كل الكلام على تطور فيروس كورونا والسلاله الجديده وميكرون وكل، هل هتسمح رغم انه هتسمح بوجود لاعبتها في هذا الجو؟ طب السؤال برضو، وده رد ايتو على هذا الامر، ان كاس الامم الاوروبيه اللي اقيمت في 2020 اقيمت او في 21 اقيمت في وسط الجائحه وكان كمان مليئه بالجماهير، وبالتالي انت ليه بتحرمني كدوله او كبطوله او كقاره افريقيه ان هي تنظم كاس الامم الافريقيه؟ هل يا كابتن اسلام ليس تقليلا من دوله الكاميرون، ولكن هل الظروف الصحيه والمناعيه والتطعيم والاجراءات الاحترازيه في الكاميرون زي ما في 7 دول اوروبيه تلعب فيها كاس الامم الاوروبيه؟ الكل بيؤكد، يعني سامويل ايتو طالع بيؤكد ان عنده تطعيم على اعلى مستوى، عنده امور احترازيه على اعلى مستوى، واعلن ان هناك اجراءات طبيه كبيره جدا والكافي اعتمد هذه الاجراءات. وبالتالي طيب انا ايه المطلوب مني كرئيس اتحاد ان انا يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ يا كابتن اسلام الطرق اللي بتوصل بين الملاعب مش موجوده، فنادق اقامه الوفود مش موجود، يعني الحقيقه في حاجات كتير قوي مش موجوده. الكاميرون صرفت كتير جدا ولكن لسه حتى الان في بنيه تحتيه مش موجوده للبطوله، وده كلام اعضاء المكتب التنفيذي على فكره. هو حتى الان اعضاء المكتب التنفيذي لسه ما حسموش الكلام لسه لحد دلوقتي. الموضوع يعني في ناس عايزين ياجلوا البطوله لحد 2023، لان انت عارف يا كابتن اسلام المفروض السنه اللي جايه، يعني البطوله دلوقتي هتلعب في 2022 يناير 2023 في بطوله كوت ديفوار. لا تصفيات اتعملت، لا كوت ديفوار اصلا عملت ملاعب، ولا التصفيات اتعملت قرعتها، ولا حد عارف هتعمل ازاي، ومفيش مواعيد اصلا، لان البلاي اوف هيتلعب في اجنده مارس. هل هيلعبوا التصفيات الكاس الامم كلها في شهر 6؟ طب هيخلص كاس العالم في 18 ديسمبر 2022 ويبداوا في يناير كاس الامم الافريقيه؟ الحقيقه مواعيد صعبه، وده اللي خلى جاني انفنتينو امبارح رئيس الاتحاد الدولي يقول انه يجب ان ننقل كاس الامم الافريقيه لشهري 9 و10، ولازم الاجنده تبقى تاخد المواعيد دي. موضوع شائك جدا، والموضوع انه في اعضاء حتى الان انقسام واضح جدا بين اعضاء المكتب التنفيذي، البعض يميل للتاجيل والبعض يذهب للالغاء والبعض يحارب من اجل اقامه البطوله. لحد دلوقتي الكلام الوحيد اللي اتقال على اقامه البطوله اللي قاله باتريس موتسيبي. هل تم اعلان اي حاجه ليها علاقه بالبطوله؟ مفيش حاجه خالص، يعني مفيش حاجه تعالى ليها علاقه. لكن خليني اقول لك ان هناك مثلا يعني، بس ده احنا عاملينها او عرفناها بعلاقاتنا، يعني ان احنا حبايبنا مثلا، ان بعض الحكام اللي المفروض يكونوا موجودين هناك جالهم تنويه رسمي من الاتحاد الافريقي ان هم هيكونوا متواجدين في الكاميرون يوم كذا الساعه كذا علشان وهيسافروا بالطياره كذا والكلام ده. هل ده ممكن يكون بدايه لان المباراه او ان البطوله تلعب؟ الاكثر من ده ان النهارده في بعض الموظفين من الكاف اللي هم القائمين على تنظيم البطوله هيسافروا، ان في ناس ثانيه هيسافروا من 28، يعني الكاف فتح مكتب جوه الكاميرون خاص بالبطوله، في موظفين موجودين، السكرتير العام الاتحاد الافريقي موجود باستمرار في الكاميرون. كل ده لا يعني اقامه البطوله الحقيقه، يعني كل ده رغم كل اللي بيتقال ده، ممكن يعني لو الاتحاد الاوروبي او رابطه الانديه الاوروبيه المحترفه قررت ان احنا في ظروف استثنائيه وانه من حق اي نادي انه ما يبعتش لعيبته، هل الكاف هيقبل ان البطوله تلعب بالمحليين؟ هيعمل بطولتين محليين يعني بطوله. ولكن هل تملك رابطه الانديه الاوروبيه ان هي تعمل كده؟ وهل من الممكن قبل بس ما تكمل، قبل ما ده رد مهم جدا، سامويل ايتو واحد من اللاعبين العالميين وهو بيقود حمله الان لان البطوله تتلعب وحقه لانه رئيس الاتحاد وبيقود الحمله طبعا. هل من الممكن طبعا ان هو يقود حمله اخرى للاعبين الافارقه اللي موجودين في اوروبا ان هم يكونوا متواجدين في بطوله كاس الامم الافريقيه لو حصل؟ ده بقى دي الخناقه اللي بين الانديه والاتحادات والكاف واللعيبه، وفي الاخر اللي هيحسم الامر اللعيبه. يعني هو دلوقتي لو اللعيبه قررت ان هي تلعب
ما فيش حد يقدر يمنعها ان هي تروح، لانه من حقها تروح. طب اللعيب اللي هي هل اللعيب هيقرر يضحي بمستقبله ويقرر انه ممكن النادي بتاعه يقول له لو رحت ما تجيش، او يقرر يفسخ عقده؟ الحقيقه الموضوع هيبقى شائك جدا جدا يا كابتن اسلام، وخناقه كبيره جدا جدا ما حدش عارف هتنتهي ليه. لان حتى الان جاني انفنتينو مصمم اما على الغاء البطوله او تاجيلها، رغم انه بعت للانديه المشاركه بكاس العالم للانديه استبيان عشان ياخد رايهم في تاجيل البطوله، لان يعني في حال مثلا 5% قام كاس الامم، فهو هيرحل كاس العالم للانديه 5 ايام عشان انا لسه كنت هسالك، انت خدت مني او رديت علي على الموضوع، لانه انا لسه كنت هسالك. النادي الاهلي اخذ وعدا من الاتحاد المصري لكره القدم ان كل اللاعبين الدوليين هيكونوا موجودين معاه في كاس العالم للانديه، فبالتالي كيف سيمكن ان ينفذ الاتحاد المصري لكره القدم هذا الوعد في ظل اللي احنا سامعينه ان خلاص لو البطوله اقيمت يوم 9 هتبدا يوم 9 وتنتهي يوم 6، وبالتالي لو وصلنا للمباراه النهائيه، وده كل ما يتمناه اي مصري، هنصل الى المباراه النهائيه او قبل النهائي حتى، فبالتالي النادي الاهلي سيكون اكثر المتضررين، لانه مش هيكون اكثر المتضررين، هيكون في ازمه حقيقيه. لو كاس العالم الامم متلعب، يعني انا بقول لك ده خبر انه مباراه الافتتاح بتاع كاس العالم الانديه بين اوكلاند سيتي والجزيره هتبقى بدل يوم 3 هتبقى يوم 7 او 8، مباراه الاهلي بدل ما تبقى يوم 5 هتبقى يوم 11 او 12. ده لانه بداوا خدوا موافقات الانديه، وكان فاضل تشيلسي اللي طلب بعض الايضاحات الاخرى حوالين المواعيد الجديده، وعشان يرتب مواعيده، وعشان رابطه الدوري الانجليزي تبدا تاجل له مباريات، خاصه ان الدوري الانجليزي كمان دلوقتي جدوله هو كمان ارتبك بسبب تاجيلات كورونا، كل يوم ماتشات بتتاجل، فالجدول نفسه ارتبك. فالحقيقه يعني احنا داخلين برضو على ايام تاني، لو تفتكر يا كابتن اسلام بدايه 2020 فبراير 2020 لما بدانا في بدايه ازمه كورونا، لكل شويه ماتشات تتاجل وما نعرفش، لحد ما دخلنا على ايقاف كامل للنشاط الكروي في العالم كله. أيوة. مش عارف بكره جاي ايه اللي جاي في الكوره، فاحنا مستنيين وبنشوف ايه اللي هيحصل. اعتقد انه لازم يتم حسم قصه كاس افريقيه قبل يوم الجمعه القادم، لان يوم الجمعه القادم يوم 24 البطوله افتتاحها يوم 9، يعني هيبقى فاضل اسبوعين بالظبط. اعتقد انه ما يعني الفرقه تستعد امتى، ولا تجمع محترفينها امتى، ولا اللعيبه تبدا تتحضر امتى؟ المفروض ان اللعيبه طيب هتبدا مع احنا ممكن نسمع القرار الرسمي ده امتى يا احمد؟ يعني انا عايز اسال سؤال، لا يعني خليك معايا بس، انا عايز اسال سؤال. يعني انا دلوقتي اسمع القرار، يعني لما يطلع رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم ويقول ان البطوله في ميعادها يوم 9، ولسه حتى هذه اللحظه في كلام حضرتك بتؤكده، وانا عارف ان انت لك مصادرك القويه جدا، فبتؤكد ان لا حتى الان الموضوع لم ينتهي، عرفنا من كذا مصدر اخر ان حتى الان بالفعل الموضوع لم ينتهي. طب اذا امتى هاخد، او مين اللي هيديني القرار الرسمي؟ اعضاء المكتب التنفيذي موجودين كلهم هنا في الدوحه يا كابتن اسلام، عشان حضور السوبر. اعتقد انه في خلال 48 ساعه دول، النهارده وبكره، هيتم عقد اجتماعات بالجمله، وهيتم حسم باتريك موسيبي جاي بكره الدوحه، هيتم حسم القرار غدا او بعد غد على الاكثر، لان كل الناس هتمشي يوم الخميس. بكره هيتم حسم القرار، وبعد نهايه لقاء السوبر او يوم الخميس هيتم الاعلان الرسمي عن القرار النهائي، سواء باقامه كاس الامم او تاجيلها او ترحيلها او اقامتها بالمحليين. لسه ما حدش عنده قرار. انفنتينو في الدوحه ولا رجع؟ لا انفنتينو رجع، واعتقد ممكن يرجع بكره، عشان انفنتينو بقى مقيم في الدوحه على فكره كابتن اسلام، ولانها لاولاده ومدارسهم في الدوحه، هو بقى مقيم في الدوحه خلاص. يعني الموضوع هو انفنتينو الفيفا فتح مكتب كامل في الدوحه عشان كاس العالم 2022. طيب اخيرا بقى احكي لنا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي واللي بيحصل والجمهور، وسمعنا ان الحمد لله ربنا كريم وثلاث ارباع الملعب كان لكل جمهور النادي الاهلي، سمعنا ان بكره رابطه النادي الاهلي عامله دخله قويه جدا، سمعنا ان الثالثه شمال بكره عاملين دخله قويه جدا، احكي لنا اللي بيحصل. التذاكر النادي الاهلي سولد اوت من اول ما اطرحت. ايوه جمهور النادي الاهلي بدا يدخل على التذاكر الثانيه. الحقيقه الجمهور هنا متعطش تماما لوجود النادي الاهلي واللقاء السوبر غدا.
التمرين النهارده كان شارك فيه كل اللعيبه، كان في مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني وقال في كلام حقيقه كلام مهم جدا جدا، قال انه انا عندي لعيبه كتير جدا ما كانوش معايا، عندي لعيبه جايه معنوياتها قليله، عندي حاجات كتير قوي محتاجه اظبطها، لكن انا ما شفتش لعيبتي غير امبارح سلمت عليهم واتمرنوا معايا تمرين خفيف، والنهارده مش هيتمرنوا اصلا لان بكره المباراه، ما لحقتش اعمل اي حاجه ولا اي جمل. ولكن خلينا نقول انه موسيماني يعني مش محتاج احفظ لعيبته. نعم. والازمه الكبيره يا كابتن اسلام انه انا التسعه اللي كانوا موجودين هنا هم التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، هتحط عليهم اليو ديانجو بيرستاو. يعني لو قررنا نقول تفاصيل تشكيل كده، هو طبعا اوقات كتير بيعمل تركه بيطلع حد ويدخل حد، ولكن في الطبيعي انه التسعه اللي هنا مع بيرستاو واليو ديانج هم تشكيله الاهلي الاساسيه، يعني ما بتتغيرش. فالحقيقه كتر خيره وربنا يكون في عونه، تسعه لعيبه بقالهم اكتر من 23 يوم غايبين عنه ومش شايفينه، فالحقيقه صعب، مباراه صعبه، وربنا يكون في عونه. وفريق الرجاء فريق مش قليل، حتى لو عنده غيابات وحتى لو بعض نجومه خرجوا الاحتراف، ولكن في الاخر هو الرجاء المغربي على طول عنده مجموعه من النجوم وعنده لعيبه بيقدروا، عنده محسن متولي، عنده عبد الله حفيظي، عنده لعيبه كتير قوي ممكن يغيروا نتائج مباريات. ولكن ان شاء الله الاهلي قادر على حسم اللقب غدا ويضيف بطوله جديده ويقترب بقى من، احنا بنقترب من ريال مدريد يعني ان شاء الله في الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه. اخيرا يا عويس عايز اقول لك الجماهير بالظبط، اتفضل. الجمهور رابطه مشجعي النادي الاهلي عاملين حضور جبار، عاملين دخله بقدم شرف حسام، عاملين حاجات مهمه جدا. اعتقد ان جمهور الاهلي مش محتاج بقى ان احنا نقوله على طول، الاهلي يعني مش في اي حته بيفرض جمهوره بيبقى موجود. وخلينا نقول انه كابتن اسلام في ماتش مصر وقطر، يعني جمهور مصر في الحقيقه ده حاجه عظيمه جدا. ماتش مصر وقطر الاهلي كان خسران، المنتخب مصر اسف كان خسران بطريقه دراماتيكيه جدا. المباراه الثانيه ماتش ثالث ورابع 30,000 موجودين في الملعب، الحقيقه ده ما بيحصلش غير من جمهور مصر. فالحقيقه جمهور الاهلي هو الاكثر عددا في اي حته في الخليج، هم هيبقوا موجودين بكره وهيقودوا التشجيع، وفي دخله وفي احتفالات كبيره جدا بعد نهايه المباراه. ان شاء الله نبقى معاكم بعد المباراه، وفريق العمل بتاعنا الرائع دكروري وكريم وعويضه وعويضه ربنا يكرمهم، يعني عاملين شغل الحقيقه ما بيناموش الحقيقه، ربنا يكرمهم. انا بس في الجبهه الاخرى تبعيد شويه. ما بروحش ناحيه، لا انا بتلجي قدامهم على فكره، بس ما بروحلهمش لانه في تركيز وفي حاجات، فانا بعمل شغل حلو جدا الكلام اللي انت بتقوله ده، لانه انا شايف، لان لما سالت كريم متواجد جوه البعثه، انت شايف الموضوع من بره ازاي؟ لا الموضوع في تركيز، في الناس حتى اعضاء مجلس الاداره اللي وصلوا اغلبهم قاعد في اوتيل بره بره مش مع الاهلي في نفس الاوتيل اللي قاعدين فيه. فالحقيقه يعني ده جزء من تركيز الفرقه وجزء من اللي الكابتن محمود الخطيب بيفرضه على كل رحله للنادي الاهلي الحقيقه. تمام. اخيرا تحكيم بكره ان شاء الله كونغولي من الحكم نداله. تحكيم كونغولي نداله، وفي طقم فار واسمه مش مريحني الحقيقه. لا نداله مش اسمه، مش على مسمى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك. وكمان انه الفار هنا ما بيهزر، يعني ما فيش الفار بتاعنا، يعني ما فيش الفار اللي هو مش احتواء. ما فيش راحت يا جات، لا ما عندهمش هنا راحت يا جات. انت شفت الفار في البطوله العربيه ما بيهزرش يعني. عموما نتمنى يا رب ان احنا يا رب بكره ان شاء الله تكون البطوله السوبر القادمه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي وجمهوره يستحق الحقيقه هذه البطوله. لعيبه تعبت، اللعيبه جمهور النادي الاهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا عويس، في كل مكان من في الخليج بالكامل الحقيقه هو الافضل والاكثر عددا من اي حد تاني، وبالتالي ان شاء الله بكره ربنا يكرمهم ويفرحوا ويبقى يوم جميل على كل جمهور النادي الاهلي. انا بشكرك جدا ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عويس، الحقيقة كلام مهم جدا 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 فيما يخص موضوع كأس الأمم الأفريقية، وأنه يضعنا فيما يحدث في قطر الآن عشان مباراة الأهلي ورجاء المغربي. طيب مش هتكلم عن موضوع التحكيم دلوقتي، لأن عندي لقاء هام جدا
لقاء هام جدا زي ما قلت لحضراتكم. زمايلنا كريم احمد وبقيه طاقم العمل عاملين شغل رائع جدا. دلوقتي هيكون معانا النجم الكبير الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اختصنا الحقيقه في برنامج البيت الكبير بلقاء هام جدا مع زميلنا كريم احمد. سجله كريم من امبارح وهيطلع يتكلم فيه كابتن سيد كلام هام جدا. خلينا نروح نشوف هذا التقرير مع مدير كره النادي، مدير الكره في النادي الاهلي النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نقدر نقول بقى خلاص دخلنا في المرحله الاخيره بالنسبه لاستعدادات فريق النادي الاهلي، جديه كبيره جدا في التدريبات وتركيز اكبر ان شاء الله باذن الله يكون مردوده في 90 دقيقه ان شاء الله يوم الاربعاء في تمام 8 مساء بتوقيت الدوحه. في هذه اللحظات ايضا كمان كابتن اسلام يسعدنا يكون معنا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد طبعا برحب بيك في البدايه، ان شاء الله تكونوا موفقين في هذه المباراه. الحقيقه حاله تركيز كبيره جدا، استعدينا في القاهره مباريات وديه وبنستعد كمان بكل جديه في قطر. حطينا في الاجواء كابتن سيد، لنا معسكر فريق النادي الاهلي والبعثه بالكامل، وطمن كل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، يمكن دي اول تمرينه كلنا مع بعض. امبارح لعيبه المنتخب او اول امبارح انضمت بعد لقائهم في مع قطر، فالراجل فضل ان هم يبقوا راح امبارح، كله قاعد في الاوتيل كاستشفاء، والنهارده اول تمرينه جماعيه بعد فتره طويله انا عارف، لكن في النهايه الاحداث الكبيره بتبقى عايزه عقليات كبيره، بتبقى عايزه مسؤوليه كبيره، بتبقى عايزه تفكير كبير. يعني عندنا حدث كبير جدا بعد بكره باذن الله مع الرجاء المغربي، واحد من الفرق الكبيره جدا في العالم الافريقي، واحد من الفرق اللي لها تاريخ كويس قوي في البطولات الافريقيه، عارفين ان هو حدث كبير ومباراه كبيره، فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون عند حسن الظن ونكون موفقين في اللقاء، واحداث اللقاء تبقى في صالحنا باذن الله. الحقيقه الترتيبات الفنيه مميزه جدا يا كابتن سيد، لكن الجانب النفسي اهم كمان، وده كان واضح مع وصول لعيبه المنتخب الحقيقه واستقبالكم ليهم، وتحديدا كمان انت يا كابتن سيد مميز جدا في هذا الامر مع كل اللاعبين وبيتسو موسيماني، عيد ميلاد الشناوي، كل الامور دي الحقيقه خرجت اللعيبه من الجو النفسي. شايف الامر ده ازاي بالنسبه لك؟ الامر دايما انا مؤمن دايما في الاوقات اللي زي كده بتبقى الطاقه الايجابيه مطلوبه، التفكير الايجابي مطلوب، التحضير مطلوب، الكلام المختص مطلوب، المسج اللي انت عايز توصلها ما تبقاش كبيره وما تبقاش طويله عشان ما يبقاش فيها ملل، لان انت جاي من فعاليات واحداث برضو ما كانتش صغيره. يعني ان شاء الله الرحمن برضو يبقى عندنا اللمه بتاعتنا دي اللي كان بقى لها فتره ما كانتش موجوده بحكم اشتراك لعيبه كبيره ولعيبه كتيره مع منتخبات بلادها. احنا يعتبر من 25/11 ما جمعناش من يوم لقاء سموحه، يعني النهارده اول تدريبه داخل على شهر اهو يعني. فدي طبعا حاجه علاجها مش سهل يعني، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون مع حدث اللقاء واهميته وكبر اللقاء والحضور الجماهيري هيكون موجود باذن الله، يكون ياثر علينا الحته التحضيريه دي باذن الله. ذكر الحضور الجماهيري الحقيقه واستقبال جمهور النادي الاهلي في مطار طبعا حمد الدولي في قطر، وايضا كمان مستنيينهم بقى ان شاء الله بكثافه كبيره جدا في استاد احمد بن علي. اللقطات دي بتاثر بشكل كبير، هتافهم لكابتن محمود الخطيب وللعيبه، شفت الامر ده ازاي وعشته ازاي يا كابتن سيد في المطار؟ الحقيقه الواحد بيعيشه كتير مع جمهور النادي الاهلي في احداث كتير، وجمهور النادي الاهلي اللي عارف دوره كويس قوي عارف اختصاصه كويس قوي، وهو مساند ومشجع ومؤازر للفريق ولعبته في كل وقت. يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله انا متاكد ان هتبقى الاستاد مليان والمدرجات مليانه، واحنا ان شاء الله الرحمن احداث اللقاء تبقى في صالحنا وتخدمنا ونرجع بنتيجه كويسه تفرح اللي هنا وتفرح اللي في مصر باذن الله. 90 دقيقه بناملها ان شاء الله ما توصلش بقى لركلات الترجيح، لكن مطلوب من لاعبتنا لان مباراه البطوله الواحده محتاجه تركيز اكبر وتحضير نفسي وتحضير ايضا كمان فني، مطلوب من اللعيبه كابتن سيد؟ مطلوب ان انت في الاول والاخر تخش اللقاء وانت عارف كويس قوي ان اللقاءات الكبيره زي ما قلت بتبقى عايزه شخصيه كبيره، بتبقى عايزه تفكير كبير، بتبقى عايزه تركيز عالي جدا من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. اخيرا انت في مباراه المحله بيدخل في الجول في الدقيقه 94.5، بتجيب جول بعديها ب 30 ثانيه، في مباراه الزمالك بيدخل في الجول في الدقيقه 51، بتجيب جول في الدقيقه 52، في مباراه سموحه بيدخل في الجول في الدقيقه 66 او 61، بتجيب جول بعديها بدقيقه. يعني دايما المسؤوليه بتبقى كبيره والافكار بتبقى لازم تبقى على قد المسؤوليه، وانت كمان كلاعب كبير مش هتيجي غير من الماتشات الكبيره، النجوميه بتيجي بتبقى محفوره عند الجمهور من ايه؟ من الاحداث اللي بتبقى محفوظه عند الناس، والاحداث دي بتبقى عايزه ماتشات كبيره وبطولات كبيره. ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون عند حسن الظن، وباذن الله باذن الله نرجع بالبطوله ان شاء الله. شكرا.
جزيلا. بنشكر اكيد الكابتن الكبير طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكره. الحقيقه كابتن اسلام اجواء مميزه جدا وتركيز اكثر من رائع لكل لاعبي النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكلل المجهودات الكبيره اللي بتبذل، المناخ الطيب اللي احنا عايشين فيه، الترتيبات الاداريه، كل الامور دي ان شاء الله كابتن اسلام بالجديه الكبيره وباصرار اللعيبه وبتركيزهم الاكبر وبحماسهم الحقيقه في تدريبات فريق النادي الاهلي ومع التشكيل الامثل ان شاء الله باذن الله اللي بنثق في موسيماني الحقيقه وبنثق في كل اللعيبه ان شاء الله يكون موفق في اختيار العناصر اللي هتكون في هذه المباراه. اي حد يكون متواجد في المباراه في السكواد في القائمه ان شاء الله باذن الله يؤدي عليه وزياده. ثقتنا كبيره جدا في اللعيبه، في جمهورنا الحقيقه اللي ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، كانوا متواجدين في المطار ومتواجدين في كل خطوه الحقيقه. ان شاء الله باذن الله استاد احمد بن علي يمتلئ بجمهور النادي الاهلي هتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى واكبر كمان في لعيبه النادي الاهلي ان احنا نرجع من قطر زي ما رجعنا قبل كده بالنسخه الماضيه. ان شاء الله باذن الله نقدر نرجع ببطوله السوبر ثلاث دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن اسلام الشاطر. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. زي ما قلت لحضراتكم لقاء مسجل مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكلام مهم جدا الحقيقه. سيد كلامه دائما ما يكون كلام بالارقام وبالحقائق وكلام محترم، بيضع كل المسؤوليه على كل مسؤول الجمهور ناحيه تشجيعه، اللاعبين على مسؤوليتهم ان هم يلعبوا مباراه جيده، بيتسو موسيماني ان هو يعمل مباراه جيده، وفي النهايه الكل خلف النادي الاهلي بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه ونضع بطوله اخرى قاريه تنضم ان شاء الله لبطولات النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم بقيه اخبار هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده لفت نظري فيديو صغير جدا، هو 10 15 20 ثانيه يعني بالكثير، يخص كابتن محمود الخطيب. والفيديو ده لو جاهز معاكم يا شباب لو سمحتوا تعرضوه لي، لانه فيديو مهم جدا. لانه طب هو عيل صغير عنده 3 سنين او طفل صغير عنده 3 سنين اهو اسمع. يعني هو شاف كابتن خطيب فين عشان يقعد يغني له كده ويعمل له كده؟ والده وكل حاجه وبيعرفه وكل حاجه وبيضحك له ويعمل له، لكن طب هو شاف فين كابتن خطيب يعني عشان يعمل كده؟ هو حب الناس ده حاجه بتاعت ربنا. ما يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ لان الحقيقه وانا قاعد بتفرج على الفيديوهات اللي جايه لنا من قطر شفت الفيديو ده عجبني جدا ولفت انتباهي، وشفت ان هو حاجه الانسان المحترم بعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي وبعيدا عن اي شيء اخر، ولكن يظل الاحترام والادب يخليك اسطوره طول عمرك، وحتى يعني ربنا يديله الصحه كابتن خطيب، لكن يظل دائما اسطوره مع الجيل ده ومع الجيل الصغير. مع ده الولد، بص الولد ده ايه صغير جدا بيغني له مبسوط بان هو واقف مع كابتن خطيب والكابتن بيضحك معاه وبيهزر معاه، حاجه جميله جدا. الواحد يتمنى ان يعني ولاده اقرب ليك دايما، اقرب ناس ليك دايما بتبقى اولادك. يا رب اولادك يطلعوا يعني ربع اللي احنا بنشوفه الحقيقه مع كابتن خطيب، يعني حاجه جميله جدا. ولكن احترام، ادب، اخلاق خلته يصل إلى هذه المكانة. طبعا رئيس النادي الأهلي وأسطورة في كرة القدم، ولكن احترام وأخلاق وكل شيء جيد الحقيقة بالنسبة لنا احنا كلنا. هذا الرجل هو مثل يحتذى به في كل شيء، في كل شيء الحقيقة. حبيت بس أوريه لكم الفيديو ده، تعرفوا الأخلاق بتودينا لفين، الأخلاق والاحترام بتودينا لفين. النهاردة بالمناسبة وانا قاعدين بتفرج على ماتشات الدوري، ماتشات الدوري رجعت امبارح خلاص، وكالعاده واحنا في الجوله السابعه انا كنت نفسي ما اتكلمش والله، يعني عايز اسكت، عايز ما اتكلمش، عايز افضل ساكت واشوف حاجه تانية. انا عندي ماتش بكره في افريقيا، ايه يا عم اسلام اللي يخليك تتكلم على حاجه تخص الحكام في مصر وانت عندك ماتش بكره في افريقيا بعيدا عن لجنه الحكام في مصر؟ ولكن مباراه امبارح المصري وفاركو، أنا مش فارق معايا الموضوع أكتر من إن أنا فارق معايا أن هناك شيء غلط حصل، وأنا كرئيس لجنة الحكام بطلع أدافع عن الغلط. يا كابتن عصام إيه المشكلة لما حضرتك تسكت؟ مفيش أي مشكلة. أنا عارف إن هي قد تكون فيها جانب أخلاقي بما إنك رئيس لجنة الحكام إن أنت تدافع عن الكابتن محمود البنا،
علشان الخطأ ده ممكن جدا يؤثر عليه في موضوع كأس الأمم الأفريقية، ان هو يبقى موجود في كأس الأمم الأفريقية لان تم اختياره. كل الكلام ده كلام حلو وجميل. طب ما تسكت يا كابتن عصام، ليه حضرتك؟ والله انا كابتن عصام ده يا جماعه بحبه جدا، كابتن عصام عبد الفتاح انا بحبه كشخص يعني كشخص، وانا عارف ان هو مستحمل كتير وعنده حاجات كتيره جدا وكل حاجه، ولكن في حاجات بتحصل الحقيقه غريبه جدا، غريبه جدا جدا. ما تسكت يا كابتن عصام، هيحصل ايه لما حضرتك تسكت والدنيا تعدي والامور تعدي وكلنا نقف خلف الكابتن محمود البنا وما عندناش مشكله ان هو يا رب يحكم نهائي كاس؟ لا طبعا نتمنى منتخبنا اللي يروح يصل الى نهائي كاس الامم الافريقيه، ولكن يعني ليه يا كابتن عصام بتدخل الموضوع كله وان انا اطلع دافع واقول لا ما حصلش؟ ما تسيب الدنيا ماشيه، ده احنا لسه في الجوله السابعه يا كابتن عصام، وعندك فاركو بيطالب بإعادة ماتش. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين ان انا لما قلت لحضراتكم ان المادة اللي اتحطت في لائحة الأندية ان اي حكم او ان اي نادي من حقه ان هو يعيد المباراة اذا طلع الحكم وقال ان انا اخطأت؟ فاكرين؟ النهارده هو بيحصل الكلام اللي انا قلت لكم هيحصل مشاكل وهيحصل 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 جوله السابعه، وقبليها بالمناسبه الناس بتطالب بكذا حاجه. محله النهارده بيحتج على حكم مباراته امام البنك الاهلي، امبارح ايضا المصري وفاركو والكابتن محمود البنا، على الرغم من كابتن محمود البنا ده واحد من افضل الحكام. هل ده معناه، هل ده معناه ان انا بكره الكابتن محمود البنا او بكره الكابتن عصام عبد الفتاح؟ والله العظيم حضراتكم مش متخيلين انا بحب الاشخاص دي ازاي، الاشخاص دي ازاي. كابتن محمود البنا رجل محترم بمعنى الكلمه في كل شيء، ولكن انا بنتقد اداء بنتقد اداء الكابتن عصام عبد الفتاح. كابتن ما تسكت وخلي الموضوع يعدي. هتقول لي اسلام خليك في افريقيا، طب ما هو الاهلي هيرجع يلعب في الدوري وهيلعب ماتشين بعد كام يوم، هيلعب مع فيوتشر وهيلعب مع مباراه ثانيه يوم 30 امام بيراميدز. طب يعني ايه الموضوع؟ هفضل ساكت؟ حاضر هسكت يا جماعه، يعني مش عارف افضل ساكت ازاي وده بيحصل. ركله جزاء النهارده في مباراه الزمالك المفروض ان هي والمقاولين، المفروض ان هي لقيت مصر كلها يا جماعه، ما هي واحده زيها بالظبط بالظبط قبل كده بيتقال عليها ان هي مش ركله جزاء. حاجات يعني الواحد واضحه جدا للجميع وبنتكلم فيها. كابتن عصام من فضلك يا كابتن عصام، عايزين التحكيم يكون عادل لكل الفرق، لل 18 فريق، لل 18 فريق لو سمحت يا كابتن عصام. بنحبك وبنحترمك وبنجلك وكل حاجه كويسه، ولكن حضرتك بتقول حاجات تخلينا لازم نتكلم في هذا الامر. حاضر خلينا نروح للاخبار، ونشوف ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونقدر نتكلم بعد كده ان شاء الله في الدوري العام المصري. كلاكيت رابع مره، سوبر افريقي ما بين مصر والمغرب برعايه الاهلي والرجاء. نادي الاهلي بيضرب بطل دوري ابطال افريقيا، بيضرب موعدا مع نظيره الرجاء المغربي بطل كاس الكونفدراليه الافريقيه على لقب كاس السوبر ان شاء الله بكره في تمام الساعه 7 بتوقيت الدوحه او 7 بتوقيت القاهره. ويحصد وحصد المارد الاحمر لقب دوري الابطال للمره العاشره في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي بعد فوزه الكاسح بثلاثيه دون رد. اما الرجاء ففاز بلقب كاس الكونفدراليه بعد الفوز على شبيبه القبائل الجزائري في المباراه النهائيه. التقت الانديه المصريه مع المغربيه في ثلاثه مناسبات، وجاء اللقاء الاول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي في 2003، وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد 3-1، بينما جمع اللقاء الثاني بين الاهلي والجيش الملكي المغربي. دي كانت ماتش بقى بس يلا 2006 وكان في استاد القاهره. وبالمناسبه مباراه الاهلي والجيش الملكي المغربي شبه بكره بالظبط، اتقال لك الجيش الملكي المغربي ساعتها الاهلي هيكسب كتير والماتش سهل جدا للاهلي ومش عارف ايه، انا كنت بلعب الماتش ده وفاكر الكلام اللي اتقال، ولكن مش عايز اقول لحضراتكم انه واحده من اصعب المباريات اللي اتلعبت او اللي الواحد لعبها في الفتره دي. جيش الملك المغربي كسبناه لو تتذكروا بركلات الجزاء الترجيحيه في الاخر بسبب نفس الكلام والتنويم المغناطيسي اللي كان بيحصل للاهلي في ذلك الوقت. فان شاء الله بكره يكون الوضع مختلف.
أليو ديانج يتربع على قائمة أغلى اللاعبين في السوبر الإفريقي. أليو ديانج ثمنه 3.5 مليون يورو، بيرسيتاو 3 مليون يورو، الشناوي 3 مليون يورو، أفشا 2 مليون و500 ألف يورو، شريف 2 مليون و500 ألف يورو. أما بالنسبة لأغلى لاعب في الرجاء المغربي، أنس الزينيتي 1.2 مليون يورو، مروان هدهودي 1 مليون يورو، عبد الإله الحفيظي 875، وعبد الإله مدكور 800 ألف يورو، وحميد أحداد لاعب نادي الزمالك الأسبق ب 800 ألف يورو. الأهلي بعد 20 سنة على لقب ثالث دوري الأبطال، بعد استعادة النادي الأهلي لأميرته السمراء، احتفل النادي الأهلي بمرور 20 سنة على التتويج ببطولة دوري إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب طويل، وذلك بعد الفوز على سان داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة. النجم الكبير كابتن خالد بيبو كان هو مسجل الهدف الأول في هذه المباراة، ثم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي كابتن حسام غالي، والأسطورة عصام الحضري الحقيقة اللي سجل هدف برضو كان صعب جدا، وكابتن النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أيضا صفحة الكاف احتفلت بهذا الإنجاز وعملت تعليق قالت إليكم قصة كيف فاز العمالقة المصريون بأول ألقابهم السبعة. بتأجيل انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا إن شاء الله لواحد يناير، قرر كارلوس كيروش تأجيل المعسكر. كيروش عن سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب، الكل الحقيقة اتكلم عن موضوع استبعاد طارق حامد، ولكن كيروش بيقول إن أسلوبه لا يناسب طريقة لعبي. ماشي. فاركو يطالب رسميا بإعادة مباراة المصري والتحقيق في تصريحات رئيس لجنة الحكام. هو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه. يا كابتن عصام، من فضلك. حديث البنا مع حكم الفار يكشف خطأ يستوجب إعادة مباراة المصري وفاركو. ده بناء على تسجيل الصوتي الحقيقة في مباراة في غرفة الفار، في مباراة الفاركو ومصري والمصري بمسابقة الدوري الممتاز، عن وقوع خطأ فادح لطاقم التحكيم بقارة محمود البنا يستوجب إعادة المباراة. أنا ده انفراد لليوم السابع بالمناسبة كان موجود وقلته لحضراتكم أهو، ولكن أنا اعتراضي كله أوكي، عندي مشكلة يا كابتن عصام، ما تطلع تقول يا جماعة أنا عندي أخطاء وأنا هظبط الموضوع، أو ما تتكلمش خالص أو ما تردش خالص، ولكن إن حضرتك تطلع تدافع عن الخطأ اللي واضح لمصر كلها إن هو خطأ، حضرتك بتدافع عنه؟ هي دي المشكلة بالنسبة لي يا كابتن عصام. عموما هنكمل كلامنا، وكلام مهم جدا، على احنا اتكلمنا كتير عن النادي الأهلي، ودايما بنتكلم عن النادي الأهلي، وسيظل دائما النادي الأهلي معانا وهنتكلم عنه، ولكن خلينا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ضيوفنا. وقبل بس ما استقبل ضيوفنا، عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله من خلال البيت الكبير عاملين لحضراتكم مفاجأة مهمة جدا جدا جدا. ايه المفاجأة؟ مش هقول لحضراتكم عليها دلوقتي، هقولها ان شاء الله على بداية الأسبوع القادم، وهي خاصة بكأس العالم للأندية. خاصة بكأس العالم للأندية، وهي حاجة خاصة بكأس العالم للأندية وخاصة بالجمهور. بكأس العالم للأندية والجمهور، هو لغز هحكي لكم عنه، بس إن شاء الله الأسبوع اللي جاي تابعوا أكتر البيت الكبير خلال الفترة اللي جاية، لأن عندي مفاجآت هامة جدا وخاصة جدا للبيت الكبير ولجمهور النادي الأهلي، وخاصة بيه كأس العالم للأندية. طيب، هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر هو الهاشتاج اللي عايز حضراتكم تبعتوا لنا عليه كل الأسئلة، أو التشكيل المتوقع من وجهة نظرك لمباراة النادي الأهلي والرجاء بكرة إن شاء الله في استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة. كل ده هستنى حضراتكم تبعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر زي ما هو أمام حضراتكم في أعلى الشاشة. وهطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل بقى كريم سعيد واحمد ثابت، ولقاء خاص جدا وحوار هام جدا فيما يخص مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ كريم سعيد. الاستاذ كريم سعيد، ازيك يا استاذ؟ ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله. شعرك النهارده مظبطينه عن كل مره. ما انا ظبطت شعري وسمعتك بقى وكمان انت قبل الفاصل دوست جاي. ما دوستش والله، ما قلت حاجه. انا مش بقول الحقيقه ولا انا بقول ولا انا بهزر؟ لا ما بهزرش والله. انت متخيل؟ انت شفت؟ بس انا ساعات يعني بحس ان انا مزوق، بس فعلا بلاقي الناس بتقول لا. انت مش قريت الحوار بتاع طبعا بصراحه يعني هو انفراد قوي جدا لزملائنا في اليوم السابع، بس الحوار حوار مميت من الضحك بصراحه. تخيل، قال له بس اقول لك ايه، هي كده كده وماشيه. يعني ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. منور. ده نور حضرتك. انت منيمل لك شعرك النهارده، مش زي كريم. هو عشان هو المره فاتت كان زعلان شويه، فانا خدت منه المره دي. مزودها انا شويه مع كابتن عصام ولا انت شايف ايه؟ لا طبعا، يعني احنا حضرتك دايما بتتكلم في احنا بنطالب، احنا اي حد في قناه الاهلي او اي في اغلب القنوات يعني بيطلع يتكلم بيبقى داعم للتحكيم. وهنا النقد، في حاجه اسمها نقد بناء، انت بتنقد الحكام عشان تبقى احسن. صحيح بنشوف اخطاء، بس في بعض الاخطاء بصراحه بالذات في الجوله دي اخطاء غريبه. يعني مباراه المصري خطا كبير من كابتن محمود البنا بصراحه، يعني لعين. هو خطا بالفعل يعني يا كريم ده احمد، يعني كل خبراء التحكيم صح. كابتن انا سمعت كله، كابتن سمير عثمان، كابتن جمال الغندور، حتى كابتن جهاد جريشه، كابتن كله ما عدا كابتن اسامه عبد الفتاح اللي شايفها مش خطا. والربط هي دي، انت عارف ان دي مشكلتي. والربط خد القرار ان الماتش هيتعاد. انت انا شايف ان مشكلتي في كده، ان كابتن عصام بيطلع يدافع عن حاجه انا متاكد وواثق مليون في المية وعارف مليون في المية ان هو عارف ان هي غلط. لا ما هو واضح يا كابتن اسلام، بص كابتن واضح جدا جدا. الكابتن عصام فتح دلوقتي خد الترند بتاع بيقول الحكام يا جماعه خلي بالكم انا اخوكم الكبير، انا اكتر واحد هدافع عنكم. السؤال هنا، هل ده او السياسه بتاعت الكابتن عصام بيعملها بكل امانه لمجرد الاحتفاظ بثقه الحكام، فبالتالي هم يطالبوا ان هو يستمر في رئاسة لجنة الحكام عشان ما نخشش في كل سنة؟ احنا كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير، كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير. وايه؟ كل ده اللي بيحصل. الزملاء اللي هم اعتزلوا بيمسكوا اللي قاعد في اللي قاعد على الكرسي ينتقدوا عشان يطلعوا له اخطاء عشان هم يجوا داني بعد كده. فالسؤال هنا، هل الكابتن سعد فتاح هيظل يدافع عن اي شيء؟ بامانه الخطا واضح، كابتن محمود البنا طرد حمودي جوه الملعب زي واضحه بالظبط، نفس الخطا بالظبط يا احمد اللي هو موضوع الاحتواء وكابتن محمد عادل. ما كانش عندنا مشكله على فكره، والدنيا كانت ماشيه ايه في اللطيف. أيوه. كنا بنقول ان هناك اخطاء وبتاع، بس الحمد لله كسبنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن ان انا اطلع ادافع عن خلى الدنيا كلها تعمل عليه. صح. هقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للعبة حمودي دي، هو حمودي اخذ الانذار ليه؟ حاجه من الاثنين، يعترض يتخانق مع اللعيب الخارج، اللعيب الفريق المنافس، وبالتالي الفعل اللي حصل جوه الملعب يعني ده انذار، المفروض يبقى انذار تاني وعلى طول كارت احمر. يعني اتخانق ايه؟ الانذار كان عشان هو بيتاخر ان هو يخرج. ماشي، ما هو حاجه من الاثنين، يا تضيع وقت وكان في كان فيها خناقه، لان هو في لعيب تاني اخذ انذار، ففيها شك. حاجه من الاثنين، لو حتى لو حاجه من الاثنين الفعل حصل جوه الملعب. أيوة. يعني هو قصده يعني في الاخر، يعني في الاخر سواء دي او دي الفعل جوه الملعب يعني مش فارق. وبعد خبر اليوم السابع خلاص الموضوع مات. يعني هنتناقش فيه يعني في كمان ماتش المحله، تعالى ماتش المحله ده في ايه؟ ده في المهاجم فادي فريد بتاع البنك الاهلي واخد انذار في لعبه لمسه يد واضحه، عامل الكره كده بايده ما خدش انذار تاني، وبعد كده راح مدرب البنك الاهلي مغيره كابتن خالد جلال. في اخطاء تحكيميه كتيره جدا يعني، لكن نتمنى ان الاخطاء دي يعني تتعالج في الفتره الجايه يعني. لانها اخطاء غير، بس زي ما كابتن اسلام قال مشكله كابتن عصام عبد الفتاح عدم الاعتراف بالخطا. عارف انا هعمل ايه؟ يعني انت بتقول حاجه غلط على الهواء، ما هو انا يا اما هسكت لكن مش هطلع دافع عنها. صح صح صح، يعني مش هطلع اقول لك يا كريم انت صح وانت 100 100. هقول لحضرتك على حاجه، ممكن كابتن عصام يطلع يقول يا جماعه اصبروا علينا، عندنا حكام كده صغيره، الاخطاء دي موجوده. يعني مثلا ماتش ليفربول الاخير كان في خطا تحكيمي في مباراه توتنهام، المباراه اللي قبلها ليفربول في اخطاء موجوده في كل دول العالم، فنصبر. اهم حاجه ان ما فيش نيه من حكم ان هو يزف. وده على فكره لا احنا وده معترفين وده وده الصح. فده يعني ده المفروض يعني يبقى ده التصريح، يعني مش انا اطلع اقول لا. يعني مثلا ضربه جزاء يوم الزمالك وسيراميك، لا اصل ضربه الجزاء ايه مش ضربه جزاء. طب يا جماعه كل الحكام وكل الناس شايفه ان هي ضربه جزاء، هو الوحيد اللي شايفها، يعني حاجه غريبه. دي مشكله، انا المشكله مش بالنسبه لي في الحدث نفسه، الحدث
نقدر ناخده في سكه ان احنا يا جماعه والله لا وعندنا حكام كويس، ودي حقيقه صح، ودي حقيقه بالفعل، مش باخد في حكام كويسين جدا طبعا. اللي انا اقصده ان كابتن عصام صعب اللي حضرتك بتطلع تدافع عن خطا مصر كلها شايفه ان هو خطا ما عدا حضرتك بس، يعني هي دي المشكله الكبيره اللي بالنسبه لي. خلينا في مباراه الرجاء بكره ان شاء الله، وبعد بقى ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين يبقى حلها الف حلال. بكره مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن كالعاده انا لسه كنت بتكلم عن مباراه الجيش الملكي، كانت نفس الاجواء تقريبا. نعم. النادي الاهلي كان بيلاقي نادي الجيش الملكي، النادي الاهلي كان بطل دوري ابطال افريقيا، نادي الجيش كان بطل الكونفدراليه او ابطال الكاس في مش عارف كانت كونفدراليه ولا ابطال الكاس في ذلك الوقت. المهم كان الكلام اللي جاي لنا في الصحافه، انا كنت بلعب الماتش ده، الكلام اللي كان جاي لنا والصحافه كانت بتوصل لنا ان نادي الجيش الملكي ده نادي في مش عارف ايه، ونادي نفس الاجواء تقريبا اللي بتحصل دلوقتي يا كريم. هو طبعا لا، نادي الرجاء يبقى نادي كبير، ربما يكون متاخر في الدوري، والوداد يعني محتل صداره الدوري بعد مرور 12 اسبوع بفارق 12 نقطة، يعني أكثر 10 نقط في 12 أسبوع، طبعًا رقم كبير جدًا في عدد أسابيع قليلة، فده أنا في وجهة نظري يا كابتن إسلام ده يمثل خطورة علينا أكثر منه إن إحنا ممكن نستسهل. ليه؟ لأن نادي الرجاء أنا في وجهة نظري ربما يكون فقد بنسبة كبيرة فكرة المنافسة على الدوري، لأن خلاص الفرق كبير، واضح كمان الوداد ماشي بشكل كويس، فيقول لنفسه أو الإدارة كمان أو المنظومة تقول ماتش يوم الاربعاء السوبر قدام نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا واكبر نادي في افريقيا ونادي القرن واكبر نادي في مصر، ناخد منه بطوله، هيبقى الصدى بتاع اللقب ده اقوى بكتير من صدى ان نكسب الدوري المحلي. وطبعا جمهور الرجاء زي جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وبيحب الاحتفاظ بالبطوله المحليه، ولكن لقب السوبر الافريقي اعتقد بقى يعني لقب مهم جدا. نادي الرجاء نفسه يعني لما خده من الترجي برضو كان هو كسبان كونفدراليه ايام كان مع جاريدو، ونادي الترجي كان بطل دوري الابطال، والرجاء لما خد البطوله كان صداها قوي جدا، مباراه كانت قويه جدا 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 ما بين الفرقتين. فانا اعتقد لا، كل دي برضو من الحديث المفروض ان احنا نبقى حذرين جدا في التعامل معاها. نادي الرجاء ربما برضو عنده الامانه، الوضع دي اخبار، عنده بعض الامور مشاكل الاداريين، هو الاداره متغيره، الجهاز الفني برضو متغير، اثنين من نجوم الفريق مالونجو وسفيان رحيمي الاثنين مشيوا من الفريق، فبالتالي اكيد الفريق بيتاثر فنيا بغياب نجمين كبار زي دول، ولكن هو استطاع برضو هو يعوضهم ببعض اللاعبين، وطبعا في وجود برضو حميد احداد وبن حليب ومحسن متولي يبقى نادي الرجاء عنده يعني محسن بيلعب من ايام انا بلعب وبصراحه يعني ايقونه في الفريق ايقونه في الفريق بصراحه، وما زال محتفظ بكثير من لياقته البدنيه، فاكيد طبعا لازم نعمل حساب المباراه بكره. يا احمد برضو التحضير والسفر المبكر اعتقد له دور مهم ان شاء الله في مباراه بكره. طبعا تحضير السفر المبكر دايما في المباريات اللي زي دي بيبقى مهم جدا، خاصه كمان ان احنا كنا خارجين من بطوله كاس العرب واللعيبه هناك، فالتجمع ده ويمكن هو امبارح كان اول تمرينه اللعيبه فيها تكتمل، يعني لعيبه المنتخب الاول وكله يدخل التمرين الحمد لله، يعني اغلب اللاعبين جاهز او كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه للمباراه. دور كبير كمان للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب مسافر من اول يوم مع البعثه، مجلس الاداره والباقي الاعضاء سافروا من حوالي يومين، فدور كبير طبعا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحرز اللقب بكره باذن الله، لان انا شايف ان المباراه صعبه جدا، يعني مخطئ من يفتكر ان الرجاء فريق سهل، لا الرجاء مش فريق سهل خالص، انا شايف ان المباراه صعبه لكذا سبب. اول حاجه العامل النفسي، العامل النفسي علينا، الضغط النفسي علينا احنا اكتر ليه؟ لان انت الفريق البطل اللي متوقع ان انت مفروض تحصل على البطوله، لكن الرجاء ما عندوش ما يخسره، حتى لو خسر الناس مش هتلومه قوي زي مثلا لا قدر الله لو النادي الاهلي، فالضغط النفسي عليك انت اكتر، دي النقطه الاولانيه اللي بتخلي الماتش صعب عليك. الحاجه الثانيه فريق الرجاء فريق متمرس افريقيا في المباريات دي، بيعرف يلعب النهائيات كويس جدا، يعني هو لسه واخد من الترجي بطوله السوبر من 2019، اخد برده الكونفدراليه من شباب القبائل، اخد بطوله العرب، البطوله العربيه خدوها من اتحاد جده، فريق هو تاريخيا في افريقيا الرجاء اعلى من الوداد، يعني الرجاء اخد 3 دوري ابطال افريقيا، الوداد واخد 2، الرجاء تاريخه 9 بطولات قاريه، النادي الاهلي طبعا 23، عندنا فرصه بكره ان احنا نوصل لل 24 عشان نقرب من ريال مدريد اللي عنده 26 لقب قاري.
الرجاء عنده 9، عنده 3 دوري ابطال افريقيا، عنده 2 كونفدراليه، عنده 2 سوبر افريقي، عنده 1 افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، عنده 1 كاس افرو اسيويه، ففريق طيب. طبعا معلش كويس. قبل بس ما تكمل، لان ده خبر مهم جدا يخص بطوله كاس الامم الافريقيه. موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم دعا المكتب التنفيذي للكاف لاجتماع عاجل غدا ان شاء الله في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت الدوحة، في الدوحة يعني بكرة الساعة 2 الظهر في الدوحة هيبقى في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أعتقد لاتخاذ قرار حاسم رسمي. وده اللي أنا كنت بسأل فيه أحمد عويس، يعني إمتى هيبقى في قرار رسمي بهذا الأمر؟ أعتقد أن بكرة هيبان القرار الرسمي بالنسبة لكأس الأمم الأفريقي. طبعا ان النادي الاهلي كمان عنده 23 لقب متمثلين، 10 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 7 سوبر افريقي، يعني احنا لما بنقول الالقاب القاريه بنحط السوبر الافريقي 7 منهم، فلذلك هي مباراه ببطوله. يعني نكمل بقيه البطولات، طبعا عندنا 4 بطوله افريقيا انديه ابطال الكؤوس، عندنا 1 الكاس الافرو اسيويه، وبالتالي انت بتتكلم في 23 لقب قاري، بطوله السوبر دي مباراه ببطوله، فدي بيظل دايما التاريخ يفتكرها. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه بكره تكون ان شاء الله والجهاز الفني يكونوا عند حسن الظن وناخد البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. اعتقد يا كريم خبر مهم بالنسبه طبعاً. للموضوع الامم الافريقيه، اعتقد انه ده هيبقى الفصل الختام في وكمان أدوان. الميتنج الاجتماع اللي اتحدد بكره بالكونفرنس، فواضح يعني ان هم مستعجلين جدا، وواضح ان في جديد. ليه؟ لان متسبي من ساعه مراحل الكاميرون وهو متماشي تماما. هو المكتب مش كونفرنس، خلي بالك، لان المكتب التنفيذي كله في الدوحه دلوقتي يعني عشان السوبر، ممكن عشان خاطر كورونا يعني، بس اللي اقصده ان الراجل هو اكد على كل شيء طلع من الكاميرون، كل حاجه الكاميرون قالتها هو اكد عليها وقال ما فيش مشكله يا جماعه، واحنا ودخل برضه في السكه بتاعت اشمعنى اوروبا، ولعب على الوتر ده، حتى كان ايتو عنده يعني لقاء كان مهم جدا مع قناه بلوس، طبعا القناه الفرنسيه الشهيره، واتكلم على ودخل يعني ايتو واخد الموضوع في صراع افريقيا مع اوروبا، هو حابب يخش في التراك ده. وموتسيبي مش هيكسب غير كده. وموتسيبي مشي معاه. السؤال هنا ان موتسيبي يعلن ان بكره في اجتماع طارئ، ده الخبر حتى اللي جالنا قبل ما نخش الهواء، اجتماع طارئ بكره الساعه 2 الظهر، فواضح لازم يكون في جديد، ان انا مش هقدر اتكلم باللهجه دي واتكلم باللغه دي واطلع البيان الرسمي اللي طلع لكل وسائل الاعلام في افريقيا طالع بصيغه ان اجتماع طارئ. ما دام اجتماع طارئ يبقى النهارده في جديد. طيب ايه الديفولت او ايه الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ الواقع ان رئيس الاتحاد الكاميروني ورئيس الكاف اكدوا ان البطوله في ميعادها. طيب اجتماع طارئ، يبقى كده انت اكيد هتجيب معلومات او هتجيب اخبار او قرارات منافيه او مضاده للي انتوا اتفقتوا عليه خلال ال 48 ساعه. انا بعتقد ان هو هيتاجل ل 23 وهو الانسب في كل شيء. صيف شتاء 23 ده بالظبط، ده الميعاد يعني لانه 23 كده كده في بطوله كاس امم افريقيا. بس اثنين اعتقدش ممكن تلعب في كام، يعني اعتقد كوت ديفوار بقى ممكن تبقى هي الواجهه 23. لا بالعكس، بعد المصاريف اللي صرفتها الكاميرون دي ياخدوا تعويضات بقى. ياخدوا تعويضات ممكن، لكن لو تعويضات من الفيفا انا اعتقد الكاميرون، انا في وجهه نظري الشخصيه يا كابتن اسلام، الكاميرون ضغط هذا الضغط الشديد معناه عشان تاخد تعويضات، لان كل المشاهد بتؤكد ان فعلا الكاميرون مش مستعد فعلا. طبعا طب يعني ايه المشكله لما تتاجل لشهر 6؟ صيف لا مستحيل، صعب لا مستحيل. ولا الامطار الموسميه ده يعني مش عارف تعيش الميه قد كده هتلعب ازاي؟ ده رحنا مره نيجيريا في الصيف يا خبر. لا الدنيا بتمطر كده هتتلغي، يبقى صعب كده. لو مش كده يبقى كده هتتلغي، يعني لا ممكن تتلعب في 1/23 صح، بعد كاس العالم. بعد كاس العالم، وبعدين اصل هو دلوقتي لو اتلعبت الاسبوع ده يعني الشهر الجاي خلاص اتلعبت، وبعدين اتلعب كاس الامم، بعد كاس الامم كاس العالم للانديه، وبعد كاس العالم للانديه الدور الاقصائي المهم بالنسبه للبطوله لكل المنتخبات الافريقيه، وبعد كده كاس العالم خلاص. طب امتى هتبقى التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه؟ اي مشكله مش في الاجنده يا كابتن اسلام، المشكله مش في الاجنده خالص، المشكله في الانديه الاوروبيه والاجنده الأندية الأوروبية. لا والاجنده بقى الاجنده دي الأوروبية. انت بتجيبها منين؟ الانديه الاوروبيه ضاغطه بشكل فظيع جدا، يعني الانديه الاوروبيه فعلا، والامانه هم فعلا عندهم حق. انك بتتكلم النهارده المتحور الجديد لكورونا، انت فعلا ما تضمنش اللعيبه هترجع زي كلوب، يعني يورجن كلوب فعلا بيجي فعلا يخسر الدوري في الفتره ما بين شهر 12 لشهر 2، يعني
يعني الفتره دي فعلا يعني لو ناس بتعمل شورت بيت لليفربول في المواسم بيخسر فيها الدوري، بيبقى بادئ الدوري متصدر لفتره، هوب نيجي احنا المان سيتي نحتل الصداره. طب اشمعنى انتوا ما بيقولكوش كورور بعد الشر عن كل الناس يعني؟ لا مش قصدي، ما هوش الفريق ممكن عندهم قوام جامد، قوام ما فيهوش لعيبه من افريقيا، واكيد طبعا هيخافوا، هم هيخافوا طبعا، هديك اللعيبه بتاعتي فريش ومستنيين كل حاجه، الله اعلم هيرجعوا لي ازاي، فاكيد برضو مع كامل احترام صراحه لكل الكلام جاي من كاميرون، انما الاحتياطات الطبيه اكيد مش هتبقى في اعلى ليفل ليها هناك. لا عموما انا الكلام الرسمي اللي طالع من الكاميرون ان كل حاجه كويسه وكل حاجه تمام، وهنتبع هذا الامر لانه في النهايه هو هو الموضوع الرسمي اللي طالع من الكاميرون. عموما نتمنى ونشوف بكره، هننتظر او مش هننتظر، بكره اخيرا هنعرف ايه اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه بعد الاجتماع الطارئ للاتحاد او المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. طيب عايز برضو اروح مع حضراتكم للتحضير الذهني قبل بس ما ناخد النهارده في حالات، في حالات والله منورنا الحقيقه في الحالات دي، الحالات دي الحقيقه بتبقى لطيفه جدا. التحضير الذهني واعتقد ان بيبقى له دور كبير يا احمد. طبعا التحضير الذهني والمدرب كمان النهارده تصريحاته، مدرب في الموتس، المدرب البلجيكي، مدرب الرجاء، بيلعب معانا لعب التصريحات يعني بينيمنا شويه. هو بيقول ان انا بقالي 6 أسابيع ماسك المهمه، وان دي الفتره دي مش كافيه، وان انا كان نفسي امسك قبل فتره اعداد. فده كلام برضو نوع من التنويم، ان هو بيشيل الضغط من على نفسه ومن على لعيبته، وفي نفس الوقت ايه بيحط الضغط على النادي الاهلي. مزبوط. على عكس طبعا موسيماني قال تصريحات كويسه جدا، وعجبني كمان في تصريح موسيماني قوي ان هو حس ان محمد شريف ما عندوش الثقه الكافيه فده بسبب فتره المنتخب، وبسبب تعامل كروش معاه ان هو بيلعبه في مركز غير مركزه، وبدات يعني نوعا ما حصل مستوى نزل سنه بسبب توظيف مدرب ليه، فهو بيدعمه نفسيا وبيقول له انت اللي هتكسبنا بكره. فدي حاجه نوعا ما ذكاء من مستر بيتسو ميسوماني يعني. فبالتالي ده اعتقد مدي اريحيه شويه لبيتسو ميسوماني، ولكن في النهايه هي مباراه صعبه يا كريم. طبعا واكيد، والنقطه اللي احمد اتكلم فيها دي برده كانت اسلام نقطه مهمه جدا، ان احنا النادي الاهلي اكيد بيستلم لعيبته او اللعيبه الدوليين، احنا قلنا 7 لعيبه في التشكيل الاساسي منتخب مصر، بيستلمهم بكل الايجابيات والسلبيات بتاعه البطوله العربيه. وان كنت اشوف اثنين برضو مغرب وتونس طبعا، وان كنت برضو اكيد، بس ان كنت اشوف ان احنا فنشنا البطوله ربما يكون الشكل السلبي كان ازيد من الشكل الايجابي. لو تفتكر هنا اهو في البيت الكبير اتكلمنا على حته، احنا انا مش عارف كيروش بيتعامل مع البطوله ازاي، هو بيتعامل معاها ان هي تحضير وانك بتدي خبرات للعيبه من الدوري ان هم يكتسبوها بعيدا عن النتائج، اوكي يبقى ما ينفعش كنت تعمل الهليله والزيطه اللي بتعملها بعد كل جون. طالما انت بتاخد الموضوع ده موضوع اعدادي وموضوع تحضيري للاعبين وتديهم خبرات، يبقى انا بمسك ورقه وبعد اكتب ده طلع ده نزل، انا عايز اقول ده نصيحه كذا ده نصيحه كذا. انما انت حسست الناس في كذا مباراه بالاهداف القاتله كنا بنجيبها، الله اكبر واحد، الله ايه ده، ايه الحلاوه دي وبتاع، كنا بنلعب كاس امم، وبعد كده حصل مشاكل. طبعا واضح ان التعامل في تعالي، نكون صراحه طبعا، وانا قلتها كيروش انا عارف طبعا راجل سابق لريال مدريد وراجل مساعد اليكس فيرجسون، كان بيدرب زين الدين زيدان فيس تو فيس، كان بيدرب بيكهام، كان بيدرب رونالدو، كان بيدرب ناس كلها، لكن انت مش من صفوه، انت مش من صفوه مدربي اوروبا، ده مش حقيقي، انت ممكن ليفل 2. فبالتالي وانت بتتعامل مع اللعيبه وبتتعامل مع الجهاز الفني مساعد ليك، لازم برضو تكون مقدر ومحترم وجهات نظرهم المختلفه. ما ينفعش المشاكل اللي احنا شفناها، وكمان ما ينفعش فكره ان انت مش منظم الدنيا، مفيش تنظيم، انت مجرد احنا مثلا ماتش المركز الثالث واضح جدا محمد شريف لعب بسبب الضغط اللي اتعمل على مروان حمدي، التشكيله كلها كل حاجه كل حاجه. فكان عشان كده بقول النادي الاهلي بقى النهارده احنا بناخد اللعيبه اللي بيعملوا موسيماني ده، احلى حاجه انك اول حاجه بتعملها انك بتعالج اللعيبه وبتحل المشاكل السلبيه اللي هم مروا بيها خلال الفتره اللي هم ما كانوش معاك فيها. مظبوط. ونتمنى طبعا، نتمنى ان بقى الايه الاندماج ما بين اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب واللعيبه اللي كانوا تحت سيطره بيتسو موسيماني يبقى في انسجام، اللي احنا محتاجين ده في وقت قليل. احنا عندنا مباراه بكره، وزي ما احمد برده قال نقطه مهمه، الرجاء من ممكن يكون مش متصدر دوري، لكن من الفرق اللي عندها عقليه. برافو عليك، لانه انا لو مثلا من لعيبه الرجاء هبقى عايز اكسب الماتش ده باي طريقه. ليه؟ صح. اكسب الماتش ده صح، وهدي الناس عليا صح بطوله،
تهدي الناس عليها ويبقى يحلها الف حلال. بقى في الدوري قدرنا ناخد نقطه من هنا نقطه من هنا لغايه لما فانا هبقى عايز اكسب الماتش ده بكل الطرق. والباور اللي لعبوا بيها كابتن اسلام ده هم بكره كمان فكره ان هم يعني زي مثلا بيتقال في اوروبا الفريق اللي هو الاقل حظوظا في مباراه هو اللي بيدي باور زياده أكتر. صح. عن الفريق اللي الاعلام او الجمهور شايف ان هو الاقرب لللقب. فبالتالي انا شايف ان كل الامور الايجابيه او معظمها بيصب عند الرجاء شويه، ولكن احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ازاي النهارده نرجع التيم لنفس الشكل اللي فنشنا بيه مباراه سموحه في الدوري 4-1. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد وكريم او ابعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع شاطر التشكيل المتوقع من قبل حضراتكم لمباراه النادي الاهلي والرجاء المغربي. هقرا طبعا اول ما نرجع من الفاصل هقرا التشكيل اللي حضراتكم قايلينه سواء للنادي الاهلي او للرجاء المغربي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم وثابت على السبوره علشان يحكوا لنا شويه بقى في الرجاء، ونقعد نفصل شويه في الامور الهجوميه والدفاعيه بالنسبه لنادي الرجاء بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح للشاشه، بلاش السبوره دي، عشان نروح للشاشه ونعرف ايه كيف يلعب نادي الرجاء المغربي، اهم نقاط القوه، اهم نقاط الضعف. انا وعدت حضراتكم صح بعد اذنكم دقيقه بس ولا دقيقتين نقرا بعض اخواتنا من الفولورز ومن الجمهور بعتين لحضراتكم على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. مساء الخير يا رب نفرح بكره. الشناوي، اكرم، ايمن، بنون، معلول، حمدي، سلية، افشتاو، شريف، الشحات، صلاح ابو عبده، بيقول الشناوي، بدر، حمدي، ياسر، معلول، ديانج، سلية، اكرم، الشحات، شريف، تاو. ان شاء الله نكسب اتنين يا رب يا مسهل. وائل بيقول الشناوي، اكرم، معلول، بدر، ايمن، السلية، ديانج، قفشه، شريف، شحات، وميسي، تاو. وميسي تاو ده انا قلت مين ميسي وميسي لعب عندنا. صابر بيقول التشكيل ان شاء الله الشناوي، بنون، ايمن، اكرم، ديانج، السلية، معلول، قفشه، السلية، ان شاء الله هيسجلوا النتيجه 0-3 للاهلي ان شاء الله. انا عارف ان مش وقته بس عايز اعرف رايكم في اللي بيحصل. هنقول لحضرتك نوره الحكيم بتقول مساء الورد منورين. هو صحيح احد لاعبي نادي الرجاء طلع ايجابي كورونا، وهل لو غاب هيكون مؤثر؟ اللي انا اعرفه لا، حد عنده لا قبل نخش الهوا ما كانش في اي معلومه ان اي لاعب نادي الرجاء طلعت اي عينه له ايجابيه. احمد عندك اي معلومه؟ يبقى اذا كلنا عندنا المعلومه واحده. كابتن اسلام، دكتور احمد، استاذ كريم، تتوقع موسيماني يبدا بكره بنفس التشكيل اللي بيلعب بيه في الفتره الاخيره، ولا ممكن يفاجئ الرجاء ويغير في التشكيل؟ انا حاسس ان ممكن يكون في مفاجاه في التشكيل بكره. تمام، نبدا بالرجاء. نبدا بالرجاء، اتفضل. ماشي، تشكيل الرجاء طبعا هو اللي بيدربه من المدرب البلجيكي مارك فيلموتس. ده كان مسك منتخب بلجيكا، مسك كوت ديفوار، مسك ايران، اول مره يدرب نادي عربي. يعني بيلعبوا هم في الاغلب 4-2-3-1، لكن في المباراه الاخيره غيرها ل 4-3-3، وقد يكون ده تمهيد ان هو يلعب 4-3-3 بكره قدام النادي الاهلي. في حراسة المرمى أنس الزنيتي، وده واحد من ثلاث لعيبة في منتخب المغرب اللي لعب كأس العرب، أنس الزنيتي ومحمد النهيري الباك ليفت وعبد الله الحفيظي صانع الألعاب. أنس الزنيتي هو قيمته التسويقية الأعلى في الفريق، 1.8 مليون يورو، عنده 33 سنة، واحد من كباتن الفرقة. نيجي للاثنين المساكين، جمال هركاس ومروان الهدهودي. مروان الهدهودي ده هنتكلم عليه في الضربات الركنية لأنه خطير جدا، طوله 1.90 متر، جنبه بيلعب جمال هركاس برضه 185، 26 سنة و 29 سنة. الباك رايت عبد الإله المذكور، وده من ناشئين الرجاء، 21 سنة. الباك ليفت محمد النهيري، وده 30 سنة، لاعب الوداد السابق وكان بيلعب قبل كده برضه في العين السعودي، انتقل من الوداد إلى الرجاء. الثلاثة الارتكاز زي ما احنا شايفين زكريا الوردي وعمر العرجون، والتالت بتاعهم محمد زريدة، ربما يدخل معاهم فابرس نجومة. يعني هو عنده محمد زريدة، زكريا الوردي ده الأساسي اللي هو لعيب قطع الكرات، عمر العرجون طبعا بخبراته، ومحمد زريدة. محمد زريدة ده اكتشاف، أحيانا المدرب بتاعهم اللي هو محمد زريدة اللي هو بيلعب في الحتة ديت ممكن اللي هو الحته دي بالظبط ممكن يتم توظيفه كجناح، احيانا جناح يمين عشان يقفل على جبهه علي معلول، ربما برضو يكون ده في احد تفكيرات المدرب مارك في الموتس.
نيجي للثلاثة اللي قدام الباقيين، محسن متولي وعبد الإله الحفيظي، وعبد الإله الحفيظي والثالث بتاعهم طبعا المهاجم وهو حميد أحداد، وهو هداف الرجاء في الدوري برصيد 4 أهداف. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين هو طريقة لعبهم 4-3-3 زي ما قلنا، ده الأقرب بكرة ان هم يلعبوا كده. الثلاثة اللي قدام الخبرات محسن متولي وعبد الإله الحفيظي وحميد أحداد. يمكن محسن متولي عنده حاجة كده ان هو بقاله يعني مع الرجاء ما خدش ولا في اي نهائي افريقي شارك فيه، بكره هيبقى اول نهائي رغم ان هو وصل لسن هو الكابتن 35 سنه، فعنده لعنه بيسموها لعنه النهائيات، فهو بكره اول نهائي يشارك فيه. لما كانوا في السوبر الافريقي كان هو في قطر، لما لعب المباراه الاخيره اللي هي قدام شبيبه القبائل تم ايقافه، فبكره اول نهائي هيشارك فيه، فبيسموه يعني لعنه النهائيات. طبعا هو اسلوب لعبهم بناء الهجمه، اسلوب اللعب المباشر اللي هو بيعمل تمريرات طوليه على طول لقدام. عندهم نوعيه المهاجم اللي قدام مش مهاجم محطه، يعني سواء حميد احتاد سواء عمر كوناتي المهاجم الغيني، الاثنين مهاجم رانر اللي هو مهاجم بيستلم في ظهر الدفاعات، بيتحرك دايما في ظهر الدفاعات. وهنا هيبقى في دور مهم جدا لحمدي فتحي اللي هياخد اللعيب ده. حمدي فتحي لو بدا طبعا في الثلاثه اللي ورا وايمن اشرف وبدر بنون، لازم حد فيهم يخلي باله من تحركات حميد احداد اللي دايما بيتحرك يمين وبيتحرك شمال، ليه؟ في ظهر المدافعين، عكس المهاجم اللي هو بيبقى المحطه اللي بيستلم زي مثلا نوعيه مروان حمدي. لا، حميد احداد وعمر كوناتي بيستلموا في الحركه، ده اسلوب اللعب المباشر واسلوب تحضير الهجمه. تمام، كمل كده. طيب اتفضل. معظم طبعا الاسئله اللي جايه لنا قبل الحلقه، بيتس موسيماني هيلعب ازاي في ماتش الرجاء؟ هيرجع ل4-2-3-1 او الاربعه ورا، ولا يكمل بال3-4-3 اللي بينجح بيها في الدوري خلال الاسابيع اللي فاتت يا كابتن؟ ايوه، انا وجهه نظري الشخصيه طبعا هتكلم على امنيتي انا الشخصيه، ان بيتس موسيماني يكمل زي ما قلنا قبل الفاصل بنفس الاسلوب اللي فنشنا بيه ماتش سموها، وحتى بنفس الطريقه. ليه بقى؟ لان اسلوب لعب نادي الرجاء احمد قال نقطه مهمه جدا، المهاجم الصريح عندهم مش مهاجم محطه، وكوناتي اصلا عنده مشكله مع الاعلام ومع مشجعين نادي الرجاء اللي طبعا مش شايفينه يعني المهاجم اللي يقدر يعني يستحوذ على ثقه فريق كبير زي فريق الرجاء. وبالتالي حميد احداد اللي كان بيلعب جناح في اغلب الاوقات مع نادي الزمالك بقى متوظف هو المهاجم الصريح، مع بعض التكليفات انه يضطر يروح للجناح عشان هو يعمل الدور ده. وبالتالي انا بشوف ان اتمنى على المستوى الشخصي ان النادي الاهلي بكره يلعب بالطريقه اللي فنش بيها الدوري، برضه نغير اللون بحيث ان هو يبقى لون احمر، ونلعب بالثلاثي الخلفي 3-4-3 بتاعتنا. حمدي فتحي هو اللي في قلب الملعب ومعاه ايمن اشرف وبدر بنون. ايه ميزه الثلاثي في مواجهه فريق زي نادي الرجاء؟ النادي الرجاء اصلا كل لعبه على الاطراف، كل لعبه على الاطراف، انا اسف، كل لعبه نادي الرجاء بيلعب على الجناح. انا هرسم بس النادي الاهلي عشان تبقى الامور متشافه بشكل كويس. 3-4-3 نادي الرجاء. لما حتى هنروح للحالات هنبدا نشوف ان الفريق فعلا كل الهجوم بتاعه واقف فقط عند الجناحات، يعني صعب قليل نادرا لما شفت نادي الرجاء في مباراه حسنيه اغادير الاخيره في الدوري بيهاجم العمق، ما بيهاجموش من العمق خالص. كل الفكره ازاي ترحل الفريق اللي قدامك من الطرف للطرف، وحتى حميد احداد اللي بينزل يلعب في عمق الملعب كل اللعب بتاعه والاتجاهات بتاعته انه بيسيب العمق وبيخترق من المساحه ما بين المساك والفول باك. وبالتالي النادي الاهلي لازم يكون واخد باله ان نادي الرجاء اساس ايقافه هو الاطراف، احنا لازم نهتم جدا جدا بالاطراف، لدرجه اللي فيه هجمه انا جايبها لنادي الرجاء عملها لحسنيه اغادير، 5 لعيبه واقفين في الطرف وسايبين عمق الملعب تماما. لما نروح ونشوف الصور اللي معانا، يعني دي اول صوره معانا، وتعالوا هنا نبص، دي هجمه في الشوط الاول لنادي الرجاء قدام حسنيه اغادير، والفرقه فت والفتنس يعني في قمتها وكل شيء، 5 لعيبه واقفين في طرف بيحضروا بيجمعوا اللعب في الجانب. لو ممكن بس نرجع للصوره اللي قبليها لسه عشان بس نكمل الشرح، 5 لعيبه
واقفين بيحضروا اللعب لنادي الرجاء. طبعا بس الشاشه ربما يكون عشان الصوره، ولكن خمس لعيبه متواجدين على الاطراف وبيجمعوا اللعب وسايبين خالص المساحه دي كلها ما فيش اي حد فيها. وده يوضح لنا ان ده تكتيك من الفريق، الفريق فعلا بيجمع اللعب كله في طرف واحد. نروح بقى للصوره اللي بعديها عشان نشوف الناتج بتاع اللعب ده وصل الفريق لفين. وصل الفريق انه قدر ينفرد بالمرمى ويخترق الجبهه اللي انا بقول عليها، الحته او المنطقه ما بين الفول باك وما بين المساك. ونفس اللعبه كابتن اسلام اللي كان كابتن محسن صالح بيلعبها في النادي الاسماعيلي في موسم 2001. ودي سايب معوض او الكابتن اسلام الشاطر لغايه اخر الخط، وما تلعبش الكروس العرضي، لا ترجع الكوره باك باس. باك باس. ترجع الكوره لمشارف منطقه الجزاء. ولاعيبه نادي الرجاء حتى لو جبنا الصوره معلش اللي هي قبل دي قبل الشوطه، هنلاقي ان العقليه والمنتاليتي بتاعت اللعيبه هو واحد بس اللي راح عند الجون، واحد بس صح. واحد بس راح عند الجون، لكن بقيه اللعيبه عملوا ايه؟ مأخرين نفسهم لورا وبداوا يهدوا السرعه بتاعت الجري بتاعهم عشان يستقبلوا الكره اللي راجعه من الكره العرضيه عشان يسدها عمرها. وبالتالي نادي الرجاء المنطقه دي خطره جدا، واللعبه دي عملوها مره في الشوط الاول وعملوها كذا محاوله في الشوط الثاني. للامانه حسنيه اغادير عملوا جيم دفاع عليهم بشكل كويس جدا. طب نخلي احمد ياخد الحلقه بتاعته وبعد كده نرجع للحلقه. طب يلا نكمل بقيه نقاط القوه عندهم. الضربات الركنيه نركز بقى في الرقم 24 ده، مروان الهدهودي اللي هو طوله 1.90 متر، بيعملوا حاجه غريبه جدا في الضربه الركنيه ان هو دايما بيبقى جاي من ورا، يعني وقت ما بتتلعب بيبقى كله مسك المان بتاعه، فمروان الهدهودي بيجي من ورا اللي هو متر، مين اللي هيمسكه بكره لازم يتعمل عليه مان. فجاه بيتقدم وبيروح جايب ضربه الراس زي ما احنا شايفين. فلازم بص حضرتك فين مروان الهدهودي جاي فين، اهو ورا على قوس الدايره لسه جاي من ورا، فمين اللي هيمسكه لازم يتعمل عليه مان، سواء بدري بنون سواء بقى حد طويل. يتعمل عليه مان منطقه بقى ولا من بدري؟ لا انا شايف يعني من بدري، ان انا استناه من بدري او حد يقف له على الدايره، حد يقف له على الدايره يستناه. خلي بالك قبل بس ما تكمل، وقف اللي هنا جاي، وقف الصوره دي اللي جاي دايما سابق او طالع او اعلى صح. يعني انا لو انت واقف عندك وانا جاي من هنا انا اعلى منك، خاصه ان هو متر و90، غير ان هو ده لو هو انت لو انت اللي متر و90 وانا مثلا متر 70 وبيني وبينك 20 وانا جاي لا الجامب بتاعنا راكب طبعا. فدي هل عشان كده بسالك هل لازم حد يبقى واقف على الدايره يستناه، يكون عامل حسابه انه خلاص من بدري يكون لان احنا حفظنا فرقه الرجاء، احنا مذاكرين فرقه الرجاء فعارفين ان مروان الهدهودي ده نوع من الخبث الكروي، ان ده لعيب بيجي من ورا جاي مش متماسك، كله ماسك اهو المان بتاعه، ده جاي مش متراقب وانس ان هي اول ما تلعب بتتلعب له. فانا لازم اخلي بالي من جايب ثلاث اهداف في الدوري المغربي بنفس الشكل ده، مروان الهدهودي بكره مين اللي هيمسكه، دي نقطه مهمه جدا من بدري. من بدري على العكس هم ميزتهم في الضربات الركنيه ونقطه ضعفهم برضو في الضربات الركنيه عندهم مشاكل. بكره ان شاء الله لو استغلنا قدرات حمدي فتحي وبدري بنون اللي ظهرت في بطوله كاس العرب في الضربات الركنيه، اعتقد ان احنا ممكن نسجل من تفصيله صغيره زي الضربات الركنيه. نكمل بقيه برضو نقاط القوه، ده اسلوب بناء الهجمه بتاعهم، اللعب المباشر على طول ما بيفكرش، مثلا فابريس نجومه معاه الكوره في وسط الملعب على طول يعمل تمرير طول لمين، للمهاجم اللي هو بيتحرك زي ما قلنا فين في المساحات في ظهر المدافعين سواء كوناتي او سواء حميد احداد. فانا لازم اضغط في وسط الملعب بشكل كويس، ولازم يكون في نوع من العمق الدفاعي اللي بيعمله حمدي فتحي عشان يقفل لي الحته دي. ده نفس الشكل برضو اهو، نفس الشكل نكمل هنلاقي نفس التمريره برضو اول ما بيستلم، وادي المهاجم هنا كان احداد على عكس الصوره الاول وعطوم متطرف وبيتحرك بين الايه المساك والباك. هنا ده برضو طرق اللعب هم كانوا بيلعبوا دايما في الماتش الاخير، بص على الثلاثه الارتكاز اللي بدا يلعب بيها عشان ايه تمهيدا لقدام مباراه الاهلي ان هو ربما يلعب بكره بيه ثلاثه ارتكاز. هنا كان زكريا الوردي ونجومه والعرجون، وبدا يوظف زريده كجناح يمين عشان يقفل الجبهه بتاعت علي معلول نوعا ما. فدي ابرز نقاط القوه في فريق الرجاء. تمام، لو ممكن بقى نجيب الصوره اللي احنا كنا واقفين عليها في هجمه حسنيه اغادير على نادي الرجاء وازاي خلقوا المساحه في ظهر فريق الرجاء في الصوره اللي احنا قلنا قبليها بقى، يبقى نرجع قبليها الصوره اللي قبليها. ايوه بالظبط، نقف هنا. نادي الرجاء يا كابتن اسلام من الفرق اللي في الدفاع بتاعها ما بتعملش استرتش، هي بتلعب نارو. يعني ايه بيلعبوا نارو؟ يعني هنلاقي الاربع لعيبه ده الفول باك اللي واقف قدامنا داخل قوي قوي لغايه يعني ما يقرب من عمق الملعب، وبالتالي بيبقى وراه مساحه كبيره جدا. هو كمان وقفته غلط،
الفول باك لما يقف الوقفة دي استحالة يقدر يجيب نفس السرعة اللي هيجيبها الجناح بتاع فريق منافس أو ما يلف، مستحيل. أنت أصلا واقف غير، الكرة هتتلعب من وراك، عقبال ما تعمل تيرن بجسمك نشوف خلاص، بنفس النظرية اللي جاي سابق أو اللي جاي أعلى بالظبط، هنا خرج بره الجيم تمام. هنا بنتكلم على الجبهة اليمنى لنادي الرجاء اللي هي المفروض هتواجه الجبهة اليسرى عندنا، وبالتالي إحنا محتاجين إن شاء الله نركز على الجبهة اليمنى في نادي الرجاء. لحد ما الفول باك بيبقى واقف داخل جوه ملعب كتير، وفكرة لعب الفريق اللعب بتاع الفريق نفسه بيلعبه على طول نار، وده واضح جدا، ده امر خاص يعني. ضيق، وواضح ان هو كان متاثر بان معدل اعمار الفريق كبيره. الفريق نادي الرجاء برده عنده اعتقد ما يقرب من 5 أو 6 لعيبه معديين ال 27 28 سنه، وبالتالي الفريق ككل. نروح بقى لرقم مهم جدا انا عايز اقوله ما انساهوش، ان الفريق بيلوز الكونترست بتاعه والتركيز بتاعه في التلت ساعه الاخيره. القوة نادي الرجاء في احراز الاهداف في اول من الدقيقه 10 للدقيقه 20 او في اخر 20 دقيقه، انما الفريق استقبل 50% من الاهداف اللي دخلت في نادي الرجاء دخل في امتى بقى يا احمد؟ من الدقيقه 51 للدقيقه 60 في الشوط الثاني، وبالتالي واضح جدا ان الفريق بيتاثر بدنيا في الشوط الثاني. ده برضو راجع لحته معدل الاعمار اللي مأثره برضو في حته ان الفريق بيلعب ضيق اكتر ما هو ممكن يتشد للخطوط، ودي نقطه ممكن نستغلها ان بيتس موسيماني يقول الاجنحه بتاعتنا على قد ما تقدروا حاولوا تسحبوهم على تفتح الملعب شويه، تفتح الملعب تلعبه على الخط. ليه؟ ده اسلوب بيجهد دايما دفاع اي فريق. مش بيفكرك بحاجه ده؟ نفس المشكله بتاعت نهضه بركان ايوه في السوبر الافريقي، ان معدل الاعمار الكبير، وحتى ابرز نقطه ضعف بكره، ابرز انا شايفها يعني ابرز نقطه ضعف هي المساحه الموجوده ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك، يعني ما بين المساك الايسر وما بين المساك. بص المساحه قد ايه؟ المساحه دي بنسميها انصاف المساحات. مين بكره يقدر يستغل انصاف المساحات؟ سواء بيرسي تاو سواء حسين الشحات، اي حد من الحته دي لازم الجناح اليمين يتحرك في نفس نقطه ضعف نهضه بركان السنه اللي فاتت. المساحه الموجوده ما بين الليفت باك اللي هو المساك الايسر والظهير الايسر اللي انت بتقوله يا احمد، ده مهم جدا في حته ايه فعلا نهضه بركان. لو نفتكر السيناريو بتاع الماتش كان نهضه بركان الشوط الاول كويس جدا، الشوط الثاني نزلنا سجلنا محمد شريف بدنيا تعبانين ونفس الثغره محمد شريف لف بالمدافع وراح شايطها. دي برضو الحته اللي انا بتكلم فيها اهي. بص المساحه دايما هم عينيهم على الكوره، المساحه ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك الحته دي تحديدا اترفع منها اوفر، دي في المباراه اللي هي قبل الاخيره بتاعتهم واتجت جون، يعني اترفعت. هات الصوره اللي بعدها كده، نفس بص المهاجم لوحده وسط المساك الايسر، ودي بنسميها انصاف المساحات ما بين المساك والباك. دي المشكلة الأولانية عندهم. المشكلة الثانية بقى، في عندهم برضو مشكلة تانية لازم نستغلها، وهي الدفاع المتقدم. بيلعبوا بدفاع متقدم كبير قوي، يعني دايما بيلعبوا بدفاع عالي، دايما دفاع لقدام، فدي حتة نقطة لازم نستغلها بالسرعات الموجودة. تعالى نكمل كده، هات الصورة اللي بعدها أو كمل. كنا حاسبين المسافة ما بين لا رجع الصورة، أيوه رجع الصورة اللي قبلها يا أستاذ سمير. كنا حاسبين المسافة في الدفاع المتقدم بتاعهم، لقيتها كام؟ هنلاقي ان هي هم دايما واقفين على بعد 10 ياردات من الدايره من خط السنتر، فدايما بيلعبوا بدفاع متقدم، فانت لازم تستغل المساحه الموجوده على ال ودي كانت ممكن استغلالها. اعتقد الاستغلال الامثل دايما بيبقى من اللي جاي من الاجنحه، ولازم يكون في عمق هجومي. مين اللي يقدر يستغل الحته دي؟ محمد شريف مع بيرسي تاو مع محمد مجدي قفشه مع حسين الشحات مع كهربا، اي حد عنده السرعات كلهم يقدروا يستغلوا. ادي دي المساحه، ايوه هي دي. اول حاجه مثلا ادي، بص حضرتك 1 2 3 4 5 دول 5 مدافعين واقفين اهم قريبين من ايه، حوالي 40 يارد من عند الجون، 40 مسافه كبيره جدا. وبص المساحه قد ايه، بص الباك بيجري. بس السؤال يا احمد، ما قد يكون ده تكتيك هم عملوه في الماتش ده بس؟ لا في كل الماتش، انا جايب حالات كتير. تعالى نبص نكمل، عندهم مشكله برضو في حته اللي هي يعني ان انت تحس ان هم الدفاع العالي ده، فحسنت اغادير. طب حسنت اغادير برضو من الفرق الاسامي الكبيره جدا جدا في المغرب. بص صعب. طب تعالى نتفرج على دي ضربه ثابته على فكره. دي ضربه ثابته، بص الدفاع بتاعهم واقف، طبعا دفاع عالي. الكره لما تتلعب اتلعبت في ظهر المدافعين برضو بنفس الشكل. هات الصوره اللي بعدها اهي، بص الدفاع في ظهر المدافعين، فكلهم دايما واقفين دفاع عالي، انت لازم تستغل الحته دي. لو لعبوا بكره في الدفاع العالي تبقى خلاص، لو لعبوا يعني بالدفاع. بص كويس، ارجع للصوره اللي قبلها ثانيه واحده.
هتلاقي الاثنين المساكين في الصوره اللي كمل، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي نفس اللي هي دي، الاثنين المدافعين واقفين بيبصوا على ايه، طالعين مع المهاجم وسايبين الراجل بيجري في ظهرهم. يعني انت ضربت اثنين بكره واحده، يبقى انت عندك مشكله المساحه الموجوده ما بين المساك والباك الشمال. صحيح. عندك مشكله الدفاع العالي، فدي كل الحاجات دي تقدر ان انت تستغلها بكره ان شاء الله. انا شايف ان الاثنين المدافعين طوال القامه، لكن على الارض مش عاليين قوي. صحيح. يعني مروان الهدهودي وجمال هركاس او حتى لو بدا الياس حداد، الثلاثه طوال القامه مميزين في العاب الهواء، انت تلعبهم على الارض ما تلعبش على العالي، لان هم مميزين في العالي. الياس كان عنده اصابه وما لعبش ماتش حسني غدي. الياس حداد واحد من المدافعين كويسين في الفريق، يعني واحد مميز جدا جدا جدا. بص دي نفس الفكره، ادي ماتش تاني اهو كان حزين بيلعبوا بايه دفاع حزين. متقدم، ادي ماتش تاني وفريق لابس الفريق ده، يعني بص دفاع عالي. لا اقصد ايه، هو هنا ما اقدرش اعتبر متقدم قوي زي اول صوره. اه طبعا اول صوره انت جايب، مش انا ما اقصدش الوسط الملعب، ولكن هم دايما بيلعبوا على خط واحد. أي. على مصيده التسلل. نعم. عايزين يوقعوا المهاجم في مصيده التسلل، والدفاع بتاعهم متقدم شويه. أتمنى. هنا دي هي نفس اللعبه. أي. برضو هنا المساحه الموجوده ما بين ايه، ما بين المساك الايسر والباك الايسر، انصاف المساحات الموجوده ما بين المساك والباك، وفي نفس الوقت بتلعب يعني نوعا ما دفاع متقدم، تقدر ان انت تستغل الحته دي. فالثغره دي مهمه جدا 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 بكره. بس واضح يعني من كلامنا كابتن اسلام، احنا بنحبذ ونرجح ان احنا ان شاء الله نكمل. عايزين تشوفوا ماتش، عايزين تشوفوا بكره الاوضه اللي هيلعب فيها النادي الاهلي؟ يا ريت يا ريت تقدروا. عايزين يا ريت يا ريت. طب ورينا كده يا سمير حاجه جايه لنا خاصه من غرفه خلع ملابس النادي الاهلي، او الغرفه اللي هيلعب فيها بكره ان شاء الله النادي الاهلي. كنا جايبينها لحضراتكم صور من يومين، النهارده جايبينها لحضراتكم فيديو برضو. يعني بتبقى الحاجات دي ان احنا نشوف غرفة اللي هيغير فيها النادي الأهلي بكرة إن شاء الله قبل ساعات من بداية المباراة. أوضة محترمة، أوضة حلوة بصراحة، أوضة يعني جميلة. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة في هذه المباراة الصعبة، وإن شاء الله بطولة جديدة تضاف للنادي الأهلي، بطولة رقم 24 إن شاء الله لو ربنا كرمنا بيها بكره، بإذن رقم 24 إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نقترب رويدا رويدا من ريال مدريد. احنا بنتكلم عن ريال مدريد، ها اسبانيا، ما بنتكلمش عن حد تاني. عموما انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، بشكرك جدا يا كريم على وجودك النهارده، شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا يا كابتن النهارده، ان شاء الله كل امنيات طيبه للنادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره قبل بدايه المباراه بساعتين كالعاده الحقيقه الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي، نقل كل كواليس ما يحدث قبل بدايه مباراه السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي. الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، ونادي الرجاء المغربي بطل الكونفدراليه الافريقيه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نهنئ بعض بكره ونهنئ انفسنا ان شاء الله بفوز النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير.